الخير لكم مشاهدينا، تحية طيبة من برنامج أحلى صباح. اليوم كمان رح نترافق سوا بها الصبحية، خلالها رح نكون مع موضوعات عديدة، مع فقرات عديدة أيضا مثل ما تعودتوا. ولكن خلونا من اليوم نعيد كل شخص بيحمل اسم مارون بمناسبة عيد مار مارون اللي بيسائب بكرة، رئيس مؤسس وأب وشفيع الطائفة المارونية. وياريت هيك بيعيدوا بكرة بنرجع نقتدي فيه ونتمثل فيه، هو اللي تمسك وعاش بكل تواضع وإيمان، فاليوم هو مثل بالنسبة لنا ولازم هيك ناخد شوي منه. ينعاد عليك جو من هلا لكل شخص بيحمل اسم مارون بيقربك أو بتعرفه، وإن شاء الله هيك مثل ما قلت نقتدي بحياته اللي كانت حياة فعلا مؤثرة ومهمة للديانة المسيحية. صحيح، يعني فعلا إن شاء الله يكون عندنا عبرة من خلال حياة القديس مارون، مش بس تمسك بالمصطلح أو بالعبارة، لأنه صحيح. في أبعد كتير من العبارة وفي أبعد كتير من المصطلح. بكل أحوال بدي أقول كمان لزميلتنا بوسينة بالرجين، عاد عليا وعقبال المية، وإن شاء الله دايما بتزين الرجي بابتسامتها وبإيجابيتها. خلينا مشاهدينا نحن ويكون لليوم بصبحيتنا نروح لمجموعة مواضيع متعددة ومتنوعة مثل ما تعودتوا دايما لمناسبة عيد القديس مارون. نحن وياكم اليوم رح نضوي أكثر على حياة مار مارون، رح نتعرف أكثر على تفاصيل حياته، على كل الأمور اللي من خلالها فينا ناخذ عبرة ومثل. أيضا بينضم لنا لهذا الموضوع دكتور روني خليل لحتى يخبرنا كل هيدي التفاصيل. ضمن تقريرنا لليوم منروح إلى الوادي المقدس، إلى وادي أنوبين، مع تقرير بفصل أكثر عن تاريخ هيدا الوادي وأهميته بالحياة المارونية. أيضا نحن وياكم منروح لليوم لنتعرف على مؤتمر حول المسيرات والتطويفات الدينية بلبنان اللي حتصير السبت 7 شباط بالجامعة الأنطونية بالحدث. كل هذه التفاصيل مع دكتور نورة فر حداد والأب القاضي إلياس جورج صليبة. أيضا ضمن مواضيعنا لليوم منروح للسيد عصام سليم رئيس اللجنة البيئية ببلدية عين زحلتا، والعقيد المتقاعد نعيم سعد رئيس بلدية أيضا عين زحلتا، لنحكي أكثر عن اليوم البيئي اللي عم تنظمه البلدية. منروح إلى المسرح والأعمال المسرحية الجديدة، عمل مسرحي بيحمل عنوان حكي رجال للمخرجة لينا خوري اللي بتنضم لزميلتي رنا برفقة الممثل طارق تميم لحتى يحكونا أكثر عن هيدا العمل. أما عن موضوع إصابات الرياضيين وشو معقول تكون هيدي الإصابات وكيف بيتم معالجتها على الأرض وبكل الطرق المعتمدة، بنضم لنا المعالج الفيزيائي علي الزين. هولن مواضيعنا لليوم بطبيعة أحوال مجموعة من الفقرات الثابتة اللي تعودتوا عليها بصبحيتنا من الرياضة وأحوال الطرق وأحوال الطقس، وبدايتها من أحوال الطرقات اللبنانية لليوم. والسيد أمين عبد العال، صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ يعطيك ألف عافية. يعني بعتقد الزحمة زحمة بكل الأيام، بس يا ريت تعطينا تفاصيل اليوم. أكيد مثل العادة بنبدأ بمدخل الشمالي، بنشوف حركة ناشطة من نهر الكلب باتجاه الرويال لدبي، بتبلش من آخر دبي الحركة كثيفة باتجاه نقاش أنطلياس. عم نشوف حركة ناشطة على الطريق البحرية مبدئيا أنطلياس الساحة، حركة كثيفة باتجاه الأوتوستراد، كف الحركة على الأوتوستراد على نهر الموت حركة كثيفة، لنازل من المتن السريع أيضا حركة سير كثيفة، رجعت كف ناشطة من الدورة باتجاه كارانتينا كثيفة على الكارانتينا، كف ناشطة باتجاه شارل الحلو، أيضا من شارل الحلو عم نشوفها عم تصير كثيفة باتجاه الصيفة، وترجع كفة طبيعية حتى حتى مدخل الوسط التجاري. بالنسبة لبلفاس إن الفيل عم نشوف حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه الصالومة، الحركة بتصير كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك، عم نشوفها طبيعية من الحايك باتجاه جسر الواطي، كثيفة باتجاه الحبتور وناشطة باتجاه المكلس، اللي نازل من المكلس باتجاه الحبتور حركة باتجاه الحايك حركة سير كثيفة. مدخل جنوبي عم نشوف حركة سير ناشطة على المدينة الرياضية باتجاه كولا، هتكفي الحركة كمان ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وأيضا ناشطة على جسر الكولا باتجاه سائب سلام حتى نفق سليم سلام، وتكفي كمان ناشطة باتجاه الوسط التجاري. مدخل الشرقي عم شوف حركة سير ناشطة من اليرزي باتجاه الصياد،
بكفي كمان من ناشطة من السيد باتجاه الكارنتينا مرورا بأستاذ الرئيس لحود جست البيجو باتجاه الأشرفية حركة سير كثيفة باتجاه طلعة السيدة جست العدلية باتجاه الأشرفية حركة سير كثيفة من العدلية باتجاه المتحف عم نشوف حركة سير طبيعية وتكفي حركة ناشطة من المتحف باتجاه البربير من جادة عمر بيهم أساس باتجاه بشار الخوري عم نشوف حركة سير كثيفة بيّن أنه عندنا سيارة معطلة أشرفية الروم عم نشوف حركة ناشطة من نفق الروم باتجاه الحكمة بكفي ناشط على الإشارات باتجاه شارل المالك حتى التبريز أيضا ترجع بتكفي الطبيعية باتجاه جسر الرينج حتى برج المر ناشطة باتجاه الحمراء كورنيش البحري على عين المريسي عم نشوف حركة طبيعية ناشطة باتجاهين فينا نقول وناشطة من عين المريسي باتجاه الحمراء هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير أما بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن كوانا من الداخلي ب 24 ساعة الماضية 1091 محضر سوري بالنسبة لإحصاءات الحوادث سجل عنا 22 حادث نتج عنهم للأسف قتيل و30 جريح كفانا بقى نرجع بنذكر للتواصل معنا بغرفة التحكم الاتصال على 720 متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر @TMC لبنان فيسبوك غرفة التحكم المروري هذا كل شيء نعم شكرا لك استاذ امين عبد العال دائما على كل المعلومات اللي بتعطونا اياها بصبحيتنا بكل يوم عبر شاشه تلفزيون لبنان. مشاهدينا من جديد بحييكم لليوم وين ما كنتوا عم بتابعونا بنتمنى تكون رفقه ممتعه دائما نحن وياكم مع مواضيع متعدده وضيوف ايضا متعددين للاضاءه اكثر على مناسبه الاحتفال بعيد مرمرون طبعا اب الطائفه البارونيه بستنا نستضيف دكتور روني خليل الاستاذ بالجامعه اللبنانيه لحتى نعرف اكثر عن تاريخ حياه القديس مارون. دكتور صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك شرفتنا بدي عيدك وكمان بعيدك من عيد المشاهدين كمان عم يعني سلف مثل ما بيقولوا دكتور مرمرون القديس يعني اللي عرف بمسيرته اللي فيها كتير من التقشف اللي فيها كتير من التقي وبنفس الوقت اللي فيها كتير من الرسالة والانفتاح هذا شوي إذا بتقول هيك التناقض والثنائية الموجودة بحياة مرمرون ما بين الاستحباس والانفتاح التام كيف تحب تبلش تخبرنا عن حياة القديس مارون؟ رح نبلش بداية بالتعريف باسمه شو معنى الاسم المار تعني السيد والواو والنون العطف لها تعني الصغير يعني السيد الصغير ولادته ولد يرجح بحدود 350 لأنه ما في تاريخ محدد إنما وفاته 410 أو قبل شوي من 350 باعتبار أنه هو شيخ وتوفى هلأ بهالفترة هيدي كنا نحن عم نشهد بالديانة المسيحية كلها حركة ترهب الرهبانية بدأت في فترتها وكانت الرهبانية على طريقتين إما الجماعية أو التوحدية صحيح واثنينهم كانوا نسكيين بطبيعة الحوال يعني جماعيا أو فردية كان التوحدية كانت أكثر صحيح يعني يعيش وحده حياة انعزالية يلي سلك القديس مارون تمام. هلأ ولادته كانت بقرش بسوريا ثم انتقل إلى بلدة كفر نبو يلي كانت بلدة وثنية وكان فيها هياكل وثنية صحيح هلا بهالبلدة هيدي بدأ تعليمه وبدأ بحياته الرهبانية وفاضت نعمه مثل ما بيقولوا يعني صار في عنده مثل نوع من المحج صار يجوا الناس يستهدفوا فيه بنعرفنا أي عمر استحبس بالمنطقة تحديدا لا تحديدا لا لأن عم نحكي نحن تقريبا حوالي 2000 سنة أو أقل شوي ما يعني في وثائق يعني ما في وثائق خلينا نقول يعني لا مباشرة حول لا تحديدا بالسنة حقيقة لا المؤكد تاريخ وفاته نعم كسنة والمؤكد انه انتقل الى كفر نبو 410 الى كفر نبو اللي هي كمان بلدة سورية صحيح ومثل ما قلنا بلشوا الناس يتقاطروا عليه ويستشيروه وكان يعطيهم نصائح حتى يشفيهم احيانا من امراض نفسية يعني مثل البخل الغضب التعصيب وما الى ذلك الخلافات كيف اخبار هذه الحقبة تحديدا يعني عن حقبة الاستحباس وعلاقته بالناس لما الناس هلا اولا في اثار موجودة يعني في المباني اللي بعدين انشئت لانه هو ساهم ببناء كنيسة حول الهيكل اللي كان موجود الى كنيسه صحيح. وهذا الهيكل الوثني اللي كان موجود هلا اليوم للاسف صار انقاض بمنطقه للاسف طبعا كفر نبو
نتيجة طبعا مر السنين وعوامل صحيح. سياسية وأمنية نتيجة الأزمة الأخيرة صح. يعني اللي كلنا بنعرفها وقبلها كمان نعم. بلشت من قبلها كمان هلا طريقته كان طريقة نسكية وكمان بالعراء وبهالفترة كان في عنا القديس مارفرام السرياني كمان زمان اسمح لي دكتور يعني قبل ما نتابع يعني في مصطلحات لابد انه توقف عنا مسك بالعراء يعني العراء يعني ما كان في مأوى ما كان في مكان صحيح. يسكن فيه انما بهالطبيعه هيدي يناجي الله يصلي دائما والناس عرفت فيه ويعني تبعته وصارت تهتدي اليه صحيح فهلا من بعد هالفتره هيدي بال 410 مثل ما قلنا توفي هلا هو فعليا القديس مارون ما كان الهدف من حياته انه هو ياسس طائفه يعني صحيح. ما كان عارف هذا الشيء ولكن طريقته شجعت كتار من المسيحيين انه يمشوا على هالمسلك نعم. وصاروا يلقبون الناس باتباع مارون نعم وبهالفتره هي تلاميذ مارون بكل الاحوال يعني تلاميذ مارون تلاميذ مارون اللي تلمذوا على صح. يعني على خطى مارون تماما نعم. وقسم منهم كان رجال دين قسم رهبان قسم عامة ناس صحيح عاديين صحيح. والتعليم يلي مشوا عليها أتباع القديس مارون كانت بهذيك الفترة كانت مع الاعتراف والتمسك بالطبيعتين في السيد المسيح صحيح. البشري والإلهي نعم خليني قبل ما تابع نشوف الصورة احنا وياك ايه؟ دكتور من وين هيدي الصورة هيدي الصورة هيدي احدى مراكز البطريركية المارونية بينوح ينوح منطقة بقضاء جبيل نعم يلي هلا رح نرجع نحكي عنها يلي نعم خلينا لك نتابع صور بعد شوي ايه؟ خلينا نكمل نتابع نعم. بحديثنا لكن بعتقد يعني كان هون الوقع الخلاف بكل وقع يعني الخلاف بين تماما بين طوائف مسيحية بقلب الدين المسيحية بين فرعين صحيح. أو شقين إذا بدنا نقول يلي هني مع طبيعتين ويلي هني مع الطبيعة الواحدة يلي هني سميوا المونوتيلية نعم. لهالسبب هيدا المونوتيليين أخذوا ردة فعل أو عملوا ردة فعل تجاه الخلق دونيين لأنه صار في عندنا مجمع خلق دونيا من بعد وفاة القديس مارون بال451 يلي كرس الطبيعتين في المسيح لسبب كان في عندنا سلسلة شهداء مواريني 350 راهب ماروني بداية بال517 نعم ثم ب694 حوالي 500 راهب ماروني هودي استشهدوا نتيجة دفاع عن مسيرة القديس مارون والتمسك بالطبيعتين نعم. الإلهية والبشرية الاستشهاد الأول بأي ظروف بال517 استشهدوا على ضفاف العاصي يلي هون كان في عنا دير أنشئ بهذه الفترة كمان على اسم القديس مارون الظروف لأنه فيها الشرخ هيدا بالأفكار وأدى إلى الحرب إذا بدنا نقول أو الصدام الدموي للأسف أنه بين المسيحيين أطراف المسيحيين نفسها والاستشهاد الثاني اللي الاستشهاد الثاني كان ب 694 نعم هلا قبل هالفترة كمان سينا نقول شغلي أنه من بعد وفاة القديس مارون نقل جثمانه إلى بلدة براد السورية وصارت كمان بلدة دينية بعدها لحد اليوم صحيح هلأ ليش نقل الجثمان لأنه الناس حبت وكان تعرف الأقوى هو يسيطر بلدة براد كانت بلدة كبيرة نقلت الجثمان يعني بالقوة قد ما كانوا يحبوا أعماله إلى آخره تيتبركوا فيه ووضعوه ببراد واليوم فيها كتير أثارات كمان بقايا صاروا عن الفترة هذه نعم دكتور يعني تفضل هذه المسيرة إذا بدنا نقول لغاية يعني فيما بعد القديس مارون اللي كان بدي أقوله أنا يعني مثل ما قلت القديس مارون الناسك مارون ما كان يعني ما كان عنده هدف يعني إنه يعمل كنيسة ولكن هدف صح. عنده يعمل طائفة كيف صارت الأشياء كيف صار عندنا كنيسة مارونية من بعد وفاة مارون يعني تلاميذ مارون 12 شو عملوا كيف توزعوا على الأديان كيف صار عندنا هذه الكنيسة هلا بخضم هالأحداث هذه اللي عم نحكي فيها وهالتكاثر العددي لأتباعه كان في عنا بهذه الفترة أحد الأساقفي اللي اسمه يوحنا مارون كذلك هلا في عنا صورة بعتقد للبطريرك يوحنا مارون نعم هلا بنشوفها البطريرك يوحنا مارون يلي صار بعدين بطرك كان من أتباعه ولكن ما كان في تراتبية أو مؤسسة كنسية مارونية بهالفترة هيدي عم نحكي نحن بالقرن السابع يعني من 600 ل 700
صار في عنا بفترة معينة فراغ بكنيسة هيدا البطريرك يوحنا مارون فراغ بالكنيسة المسيحية بالشرق. لهالسبب هيدا نتيجة هالفراغ هيدا أجمعوا بعض الأساقفة على انتخاب المطران يوحنا مارون إلى السد البطريركية وقالوا له طالما أنت ماشي على هيدي الخطة على خطة مارون ونحن كمان نحن بدنا نعملك أول بطريرك للطائفة المارونية. ومن وقتها كان شيء اسمه طائفة مارونية كمؤسسة 685 685 صار في عنا مؤسسة أو كنيسة مارونية مش تقليده بس يعني مش طريقة نسكية أو طريقة بالصلوات إنما أو بالمسيرة إنما كنيسة مؤسسة دينية رسمية وأخذت الموافقة من الكرسي الرسولي وأصبحت طائفة مستقلة أو قائمة بحد ذاتها عندها هويتة وعندها خصوصيتة. منقول الطائفة المارونية الانطاقية تحديدا ليش منقول الانطاقية؟ الانطاقية لأنه هي انطاكيا مدينة أو بلدة بسوريا وعلى تخوم تركيا هي من المراكز الخمسة يلي كانوا بطرياركيات يلي عندنا بطرياركية روما القسطنطينية يلي بعدين أو بيزنطيا اليوم يعني بتركيا عندنا كمان انطاكيا وعندنا الإسكندرية بمصر وعندنا أورشليم بفلسطين هودي الخمسة الأساس يلي منهم انطلقت المسيحية. صحيح. كمان بعد في عندنا شغلة يمكن معنى البطريرك منقولها كتير بس ما بنعرف يلي هي بالتفسير رئيس الأساقفة أو الأب الرئيس يعني الروحي. فمن وقتها صار في عندنا مثل ما قلنا أول بطريرك ويلقب نحن أو يسمى على اسمه من بعد في عنا بعد الاسم في عنا اسم بطرس يعني مار بشارة بطرس الراعي مثلا اليوم بطرس يعني تيمنا بالقديس بطرس اللي هو أنشأ تحديدا كنيسة أنطاكيا أو بطريركية أنطاكيا. نعم الطائفة المارونية موجودة خلينا نقول بالجهة المشرقية من هذه الدنيا. صح. يعني هي طائفة مشرقية بنفس الوقت عندها علاقتها مع روما مع الكنيسة الكاثوليكية الأم. خبرنا يعني الطائفة المارونية كيف تتميز يعني بوجودها. نعم. المشرقي وبنفس الوقت هويتها المشرقيه وبين انفتاحها على الغرب. صح. هلا بداية الطائفة المارونية هي فرع من الكنيسة اليوم الكاثوليكية. صحيح. قبل ما كان في عنا كاثوليك وأرثوذكس وهي متحدة تماما بالكرسي الرسولي. أولا البطريرك عندما بينتخب بده ياخد الإذن التثبيت والشارات الحبرية الموافقة كلها من الكرسي الرسولي. هذا واحد. اثنين كيف حافظت أو عملتها الثنائية. الثنائية أولا ما طلعت من المشرقية يعني إذا بدنا نشوف نحن في عنا كتير بممارساتنا الكنسية ممارسات شرقية إن كان بالزي الرسمي اللي بيلبسه البطريرك إن كان بالكنائس عنا نحن الكنيسة المارونية ما فيها التقليد الغربي. صحيح. يعني الكنيسة المارونية مثلا تكتفي فقط ب يعني كان بالبناء الحجر الموجود الفن الهندسي اللي هو فن شرقي إن كان بال تتشبه بيئتها تتشبه محيطها اللي هي موجود فيها تماماً. على عمل يضلوا يكتفيوا هيك لأنه يعني مؤخرا صرنا يعني حتى عم نشهد يعني بزواج الكهنة مسألة زواج الكهنة اللي هي فقط للشرقيين أو للمشرقيين اللي هي الكهن الماروني هو يتزوج. صح. يعني بطبيعة مشان هيك عملت نوع من توليفي بين أن الدلة متمسكة بالكرسي الرسولي وبالطوائف الكاثوليكية وخاصة بالتعليم الدينية الأساسية ما في أي انشقاق أو أي فروقات في هويتها الخاصة اللي بتتمثل من خلال بكي الألحان اللباس اللباس الذي الفن الهندسي لأنه هي ابنة الأرض هون بدها تمشي تماماً. حسب الأرض تماماً. دكتور خلينا نروح لنتابع مجموعة صور. نعم. نحن وياك ونعلي عليها أيضا بإطار حديثنا رح نشوف بعض الصور عن مجموعة من الأماكن البطريركية. صح. اللي مرت من خلال الحياة المارونية اللبنانية واللي بتأرخ لهذه الفترة هون عم نرجع نشوف البطريرك الأول للطائفة يوحنا مارون هيدا داير سيدة إليج اليوم يلي كان مركز بطريركي كمان لفترة طويلة من الزمن. أول مركز بطريركي وين كان عنا؟ أول مركز كان على ضفاف العاصي اليوم صار في بقايا. نعم. في عنا كمان داير هلأ لازم يمرق معنا كفرحي مريوحنا كفرحي هذا مرق معنا قبل شوي يلي هو بينوح بقضاء جبيل. رجعنا على مثل ما قلنا رجعنا على سيدة إليج بميفوق كمان. نعم. قضاء جبيل. كان في ميزة لكل مركز دكتور؟ ايه نعم الميزة هيدا مار يوحنا مارون كفرحي يلي هي بمنطقة شمال البترون تحديدا. نعم اي بطرك عايش في عنا عدة بطارك عدة بطارك لانه كل مركز تقريبا كان يكون في 7-8 بطارك يعني دل 200 سنة يعني مثلا عنا مقر ينوح دل من 770 هيدا المقر الصيفي اليوم بالديمان كمان شمال لبنان
صحيح. الحيثية أو هيدي أكيد صرح البطريركي اليوم أكترية الأماكن يلي مرقت بالمقرات البطريركية كمان في عنا أنوبين بعد كانت بمناطق جبلية. صحيح. ليه؟ أولا لأنه البعد هذا كمان سورة القديس مارون البعد أولا عن الاضطهاد وعن الظلم. صحيح. وهذه كمان ببراد اليوم سوريا اللي هي المحج الديني كمان مثل ما قلنا للأسف أنه ما عندنا كتير بقى معالم ولكن في ترميم لأحدى الكنائس. نعم. لكن التمركز بالمناطق الجبلية للأديرة البطريركية بشكل عام ما عدا بكركي لأنه حديثي رح نحكي عن خبرية بكركي. نعم. كيف تم النقل وشغلة تانية كمان إذا ملاحظ أكترية المناطق عندنا المارونية تحمل اسم سرياني إذا بنجي منفسرها سرياني وكمان بعد في الشغلة بدي أشير لها في عنا مناطق كمان لها تسمية دينية يعني مثلا كلمة جبة بس نقول مثلا صحيح. حدث الجبة أو جبة اللي عنا أربعة جبة بشري الجبة نظرا للعباءة اللي بيلبسها الكاهن بيقولوا لها الجبة لأنه شكلها نصف دائري دومي سيركل وشكل الجبال هيدي نصف دائري وهيدي جميل. المناطق مناطق مارونية كانت تقريبا بشكل عام يعني أو صرف إذا بدنا نقول يلي هني حدث بشري حدث الباروك حدث عفوا جبة بشري جبة الباروك جبة المنيطرة وجبة الحدث أو حدث الجبة اليوم. صحيح. هيدي الأربعة كانت مناطق مارونية وكانت إذا ملاحظ كلها جبلية. صحيح. هلأ الانتشار الماروني بدأ بلش من سوريا وصولا إلى جبل لبنان بشكل أساسي حتى بفترة معينة كمان طلع للخارج. نعم. عندنا اليوم انتشار ماروني بقبرص مثلا من صحيح. اول المناطق يلي سكنها الموارنه من حوالي 1000 سنه حوالي اليوم الابراشات المارونيه منتشره بكل دول العالم. بكل دول العالم حتى مؤخرا بعض الدول العربيه حتى بمصر من زمان كمان موجود فيها بالدول العربيه اوروبا امريكا يعني عندنا اكثر عدد برا اكثر من هني بلبنان. نعم دكتور بعيدا عن اذا بدي اقول هذا التراتبية الزمنيه للاحداث وكيف انتقلت يعني البطريركات خليني يعني انهي فيهم معك اول نقطة من بعد النوبين بعد 500 سنة بأنوبين تقلت البطريركية الى كركي كيف صارت هاي النقلة؟ الانتقال اولا بالقرن التاسع عشر بال 1800 بخلال فترة البطريرك يوسف حباش 1823 لل 45 كان وقف الاضطهاد وثانيا نظرا للتطور اللي عم بيصير كان عندنا ان كان بالحياة بالمعيشة النوبين كانت مسلكة صعب طريقة وما كان في عندنا بقى مخاطر لسبب اتخذ القرار انه كان هو دير صغير انه يتبع دير كركي كمركز بطريركي اولا. صحيح. لانه بوسط جبل لبنان موقعه سهل قريب على الساحل وعلى البحر وثانيا مناخه ملائم ومطل فمن ايام البطريرك يوسف حبايش اتبع المقر البطريركي بكركي مقر ثابت حتى اليوم طبعا ترمم بمراحل تانية بالمقابل كمان شفنا كمان قبل شوي بصوره اول الدمان. فتره يعني كان حتى امضاء البطريرك بكركي كان يمضي عند كرسينا بانوبين يعني لانوبين وكان قاعد بكركي فتره طويله تمام. لانه بتعرف الماضي تعودوا على جبال يعني على جبال وعلى وجودهم بهذه المناطق انه نحن لا بدنا نترك المقر بانوبين لانه عنده طابع قدسي وهيك رواء والبلد المقدس وإلى ما هنالك ولكن نظرا مثل ما قلنا لظروف الحياة هيدا يعني صحيح. كنا كمان في عنا المقر الصيفي يلي أنشئ بالديمان هلا في عنا مقرات كمان قبل هالفترة كتير غير ثابتة كانت يعني مقر مؤقت يتخذ أحيانا البطريرك يعني المنطقة اللي بيكون فيها أو الدائر اللي يكون ساكن فيه يتخذوا مقر عنا عدد صحيح. كبير ولكن صحيح. ما كانت لفترة طويلة يعني عهد معين 10 سنين 15 عندنا كم كبير يعني مثلا دير نسبي سيدة نسبي بخصطة كان مقر بطريركي بعمشيت كان عندنا مقر بطريركي وغيره ولكن هودي بمرور الكرام لأنه المقرات الأساسية اللي سبق وقلناها ما رأوا معنا بالصور يعني بكل أحوال تاريخ طويل عريض لا يختصر بدقائق ولكن هيك محاولة لإضاءة على تاريخ الكنيسة المارونية لمناسبة عيد القديس مارون بلك أهلا وسهلا فيك من جديد بصبحيتنا شكرا لك دكتور راني خليل أستاذ بالجامعة اللبنانية شرفنا وينعاد عليك من جديد شكرا لك أنا بشكرك أستاذ ومنعيد المشاهدين كمان عن جديد أهلا وسهلا فيك مشاهدينا نحن بيكون منتابع بلقاءاتنا لليوم النوبين أو دير سيدة النوبين أو البطريركية القديمة واحدة من البطريركات اللي شهدت فعلا على تاريخ مشرف للطائفة المارونية تقرير منضوي فيه أكثر على هذه المنطقة ونرجع على استديوهاتنا خليكم معنا عاش المورمي بوادي النوبين لفترة طويلة من الزمن وخلالها
تميزوا بالصبر، الصلاة، الانفتاح والتبشير. النوبين الوادي المقدس موجود بشمال لبنان بقضاء بشري، والوادي بالفكر الماروني وبالثوابت المارونية هو تماماً بيشبه الجبل، لأنه هو جبل مقلوب. مثل ما كان مارون القديس وكل تلاميذه ورفقاته عايشين على جبل قورش ومتمسكين فيه، كمان تلاميذه البعاد يلي هن الموارنة وقت اللي هربوا من جور الزمن ومن اضطهادات الأقربين والأبعدين، هربوا على وادي يلي هو وادي النوبين، وبهيدا الوادي عيشوا الانزواء، عيشوا الصلاة بحثا عن الأمان وحفاظا على عقيدتهم وإيمانهم وتعلقهم بمجمع خلق دنيا بالإيمان القويم وتعلقهم بكنيسته. في عنا البطريركية سيدة النوبين، وبجانبها في كنيسة القديسة مارينا الشهيرة مطرح ما مدفون 17 بطريرك سكنوا بالوادي بسبب الاضطهادات. في عنا دير مارليشا، وفي عنا أكيد إزحية. هو ثلاث أديار هني الأديار اللي اليوم مسكونة، بدك تزيد عليهم أكيد عشرات من الكنائس والمناسك والأديار المهجورة يلي هني بيزينوا الوادي، كانوا يضموا مئات الرهبان النساك عبر الزمن، كانوا وقت اللي يصلوا بقلب هالوادي ويحطوا بخور، بيقولوا المستشرقين أنه كانت يطلع البخور يعمل مثل غمامة فوق سطح الوادي، عقد ما كان في عنا نساك ساكنين بقلب هالمغاور وعايشين بقلب. في عنا كمان المنسك اللي عايش فيها اليوم الناسك داريوس يلي هي مدرسة حوقة الشهيرة بقلب هالدير. هيدا كان مدرسة تهيئ الطلاب بمرحلة أولى يتهيئوا يدرسوا لغات ويدرسوا طقسيات، بمرحلة تانية يتودوا على مدرسة روما الشهيرة ويكفوا دراستهم بالملفني بالفلسفي واللاهوت. كانوا هني التخيري يلي رح
تحضر وتأسس للنهضة المارونية أولا وللنهضة العربية لاحقا. اشتغلوا عملوا على تأسيس المدارس، تعليم الأولاد، جلب المطبعة على دير إصحية، طباعة الكتب الطقسية، تنظيم كل الكتب وتجديدها. هالنهضة وهالإصلاح يلي عملوه خاصة البطرك الدويهي، يعني كل هالإصلاح اللي عملوه تلاميذ هالمدرسة المارونية طلع إذا بدك من قلب هالوادي، لأنه اللي عم نحكي عنهم هودي كانوا سكان هالقرى اللي حوالى الوادي. ساب من إيدي وترعولي، يعني بكنيسة حوقة اللي عم نحكي عنها سيدة حوقة، مدرسة حوقة، وقت المماليك كانوا عم بيضطهدوا المواردين ببداية القرن الرابع، طلعوا طوقوا للمغارة وكان هربين المطران وكثير من المساعدين وقعدوا بهالمغارة. حدا من الأشخاص اللي دلون كيف بدهم يوصلوا لهم وكيف بيقدروا يحولوا المي على هالعاصي أو على هالمغارة ويغرقون ويموتوا، وهيك صار. النساك اليوم هني عم بيكملوا مسيرة النساك الأقدم. نحن اليوم عنا ناسكين بكل الكنيسة المارونية، يلي هن الناسك الأبونا داريوس يلي هو مستشرق، عمل هو كان دكتور بالبسيكولوجي وعمل راهب ماروني ومتنسك بسيدة حوقة، والحبيس الأبونا خواند أستاذنا الكبير والله يعطيه نعمة القداسة ويضل عم بيصلي لنا. يعني أنا بالنسبة لي النوبين هي المطرح اللي بيذكرنا بثوابتنا المارونية، يلي هي الثبات على العقيدة الكاثوليكية الخلقدونية، التمسك بالانفتاح والعيش مع الآخر، لأنه كل انزواء ما بيعود بيشبه هويتي. الثابتة الثالثة يلي أنا بتمسك فيها كتير هي العلم والصلاة. مشاهدينا متابعين معكم أحلى صباح ومتابعين أيضا مع فقراتنا الحوارية. برعاية صاحب الغبطة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، بتتشرف مؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية بلبنان بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية وكلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية بالجامعة الأنطونية بالدعوة لمؤتمر حول المسيرات والتطوافات الدينية بلبنان، رح يصير نهار السبت 7 شباط بالجامعة الأنطونية ببعبدة الحدث. طبعا لنحكي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نستقبل معنا بالاستوديو دكتور نور فرح حداد، عضو مؤسس بمؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية بلبنان. أهلا وسهلا فيك. وأيضا الأب القاضي الياس جورج صليبة، أمين سر جمعية تنمية الحج والسياحة الدينية بلبنان. أهلا وسهلا فيك أبونا. شكرا. يعني بالبداية قبل ما ندخلك بموضوع المؤتمر بشكل سريع أبونا، يريد بتخبرنا أو بتعطينا لمحة عن مؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية بلبنان وشي هي أبرز طبعا أهدافها. مؤسسة الحج والتنمية السياحية بلبنان صار عمرها 10 سنين. نعم. من سنة 2007 انطلقت، أخذت على غرار باقي الجمعيات بلبنان المخبر ب
ب 19/7/2017 نعم. وهيك انطلقنا انطلاق جديد. واكيد نحن تحت سقف مظله المجلس البطاركة واساقفة لبنان. نعم. لانه نحن بنضم هلا حوالي 25 مزار من اكبر مزارات لبنان. وعلى امل بانه 176 مزار يلي هن تقريبا بغطوا مساحه لبنان ان شاء الله بيتاهلوا وبيدخلوا بهالاطار وبهالعمل المنظم. ونحن هلا عم نحضر لهذا المؤتمر يلي هو المؤتمر الثاني نعم للجمعيه ورح نحكي عنه بشكل مطولا. اكيد دكتور نوره، هون يعني ذكرنا انه السياحه الدينيه بتدخل من ضمن المشروع، شو اهميه هذا الموضوع واهميه السياحه الدينيه للمؤسسه ولا ايضا هيك يكون الناس يعني اليوم السياحه مش بس تتضمن اماكن عامه انما ايضا اليوم نحن قلناها عده مرات انه السياحه اليوم تنوعت، اليوم نعم. السياحه ما سياحه وحده ثقافيه بامتياز، هي سياحه من عده انواع اللي هي بتدخل فيها كمان سياحه، في السياحه الصحيه، في السياحه العائلية، في السياحة البيئية، والسياحة الدينية هي كتير مهمة اليوم. نعم. بتفوت كمان بإطار السياحة الثقافية، بس هي كتير مهمة وكتير عم تتطور بشكل خاص بالعالم كله، بس نحن كمان في وعي مثل ما كان عم بيقول الأبلية صليبة أنه نحن من 10 سنين تأسست هالجمعية لتشتغل على تنمية السياحة الدينية والحاجة الدينية بلبنان بالتعاون كمان مع كل الوزارات اللي قطعت، ومثل ما شفتوا يعني بالوزارة السابقة انعمل كمان حدث كتير كبير نعم لا ينحكى عن السياحة الدينية بسيدة المنطقة بمغدوشة وتنحطت نعم. على الخريطة الدينية صحيح. السياحية العالمية. وهالسنة كمان الوزارة الحالية كمان عندها كتير كمان يعني تم إطلاق مشروع سنة السياحة مزبوط. الدينية بال 2018 مع الوزير السياحة أفيديس إن شاء الله قريبا كمان يعلن عن كتير مشاريع رح تنعمل بهالإطار. ونحن هون يعني حبينا لأنه من ب 2010 انعمل أول مؤتمر لا يجمع كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بإطار السياحة الدينية بلبنان، واليوم حبينا نعمل مؤتمر تاني موضوعه أكتر يعني بيفوت بإطار السياحة الدينية، بس موضوع يعني بيطرقها يعني نوع من الطقوس اللي نشوفها نحن ضمن إطار الحاجة الدينية والسياحة الدينية اللي هي المسيرات والتطوافات الدينية بشكل عام. نعم أبونا، يعني قبل ما نحكي شوي هيك بشكل مفصل أكثر عن المؤتمر، إذا بنحكي شوي عن أبرز الأماكن للسياحة الدينية بلبنان اللي صارت موجودة على الخارطة وصارت مهمة، اللي عم يسمعنا يمكن بحب أو بعد ما راح زارة إنه يشوفوها. أهم شيء ممكن نحطه على دليلبون هو بأنه السيد المسيح والسيد العذراء والرسل والقديسين هن زاروا لبنان نعم. وبيعرفوا لبنان وألقوا فيه عظات نعم. مثلا فينا نقول اسم لبنان 70 مرة بالكتاب المقدس الأرز بلبنان 75 مرة مذكور نعم. سور لبنان 59 مرة، صيدا لبنان 50 مرة، السرفاند 4 مرات، كان مرة واحدة وغيرها وغيرها وغيرها. نعم. كل هيدا بيخدنا كمان أيضا لنقول بأنه أرز الباروق نعم. بلبنان والبنائين بصور هني اللي بنوا هيكل سليمان. بالإضافة اليوم لقانا وصيدا وصور، صار في عنا مخدوشي مكان طبعا. انتظار الرب، صار في عنا شو اسمه سيرة بشويت، صار عنا حريصة، صار في عنا زحلة، أكبر مزارات للقديسين اللبنانيين يعني اللي نحن بنشارك عنا مر شربي يعني أكيد عدد كتير كبير يعني من الأماكن الدينية اللي ممكن عدد كتير يزورها. كبير وهذه دعوة للمستمعين والمشاهدين بأنه إذا بيحضروا المؤتمر رح يتعرفوا على العشرات والعشرات من الروبرتاجات رح تحكي عن مزاراتنا بلبنان ونضوي عنها بشكل واضح، وخصوصا عن تعريفها وعن تصنيفها.
نعم. ومهم نلفت النظر انه كمان انعمل مشروع كثير كبير باطار السياحه الدينيه مع الـ يعني سرايا الحكومه، يعني هو عن السياحه الدينيه الثقافيه، يعني وبيجمع هون السياحه الدينيه المسيحيه والاسلاميه. نعم. هلا نحن جمعيتنا اكثر هي باطار تنميه السياحه الدينيه المسيحيه بامتياز، بس نحن كتير بيهمنا نشتغل بالتعاون مع التنمية السياحة الدينية كمان الثقافية بشكل عام طبعاً. على صعيد الإسلام المسيحي كمان طبعاً. المؤتمر اللي كان بيحمل عنوان المسيرات والتطوافات الدينية بلبنان، إذا بدنا نعرف شوي المسيرات، هالنوع من المسيرات بلبنان كيف فينا نعرف عنا نور؟ وأكيد رح نترافق مع مجموعة من الصور كمان خلال حديثنا. هلا انا بشكل عام يعني بفضل الاب الياس صليبا لانه هو موضوعه رح يحكي عن التصنيف تبع المسيرات. انا بحب اقول بس شغله كثير مهمه بالنسبه للمسيرات اللي هي انا كمان رح اعمل محاضره بهذا الاطار عن انه المسيرات بشكل عام هن يعني بالفعل منشوف مسيرات من أوائل البشرية، يعني من العصور الحجرية لليوم عنا بالفكر الديني. نعم. مسيرات منشوفها بكل الحضارات بالعالم. نعم. يعني هيدا عن جد موضوع بيخص كل الحضارات بالعالم، عبر الزمن منشوفه ما توقف بولا فترة من الفترات. نعم. منشوف مسيرات بكل العالم لليوم، واليوم كمان بإطار لبنان بكل الأراضي اللبنانية منشوف اليوم أنه بكل الأماكن الدينية كمان في غزنامات مع وجود يعني وأهمية الحج الديني بلبنان، منشوف أنه في غزنامة لمسيرات من عدة أنواع كمان الأبليات في فصلة كمان بشكل عام من الناحية المسيحية يعني. نعم. أبونا إذا ما نحكي عن تصنيف هالمسيرات كيف فينا نحكي عنها؟ شو هو تصنيف المسيرات اليوم؟ مثل ما تحدثت الدكتورة نور بأنه المسيرات من أساسها كان إلى شقين، شق مطالبي وشق تاني كان مرتبط لترجية بالدين. نعم. يعني قبل ما يكون في دين توحيدي كانت الوثنية. نعم. حتى كان هيدي الوثنية كان عندها هذا النوع من المسيرات. التصنيف اللي لها اليوم صار مسيرة طويلة منظمة مرافقة بلترجية معينة، إن كان بكل الطوائف عم بتحدث هلا، إن كان برفع شمعة ولا بأناشيد معينة ولا بطريقة مشي. وعند المسيحية أكثر لأنه صار في عندك شيء بيختص بقلب الكنيسة، بقلب حرم الكنيسة، شيء بخارجها وشيء بينطلع فيه على الجبال. والتصنيف تبعها هو حسب بأي نوع نحن عم نعمل المسيرة. نعم. عندنا مسيرة سيدية معلقة بسيد المسيح، مسيرة مريمية معلقة بمريم العذراء. نعم. مسيرة القديسين معلقة بعدد من القديسين. وأيضا هناك مسيرة بتصير عندنا بنسميها تطواف ضيق، فتنا بالتصنيف تطواف ضيق، مثلا حتى وقت اللي منجوز الشخص بنعمل له تطواف حول المذبح. صحيح. أو بنعمل تطواف بالكنيسة، حتى بس يتعمد بنعمل له تطواف بقلب الكنيسة أو بجيران الكنيسة. نعم. حتى بالشعنين بنعمل تطواف حول الكنيسة. هذا التصنيف معلق بالحاجة الكنسية اللي له. نعم. كليتهم بعنوان واحد هو الإلحاح، الطلب بإلحاح. إلحاح بصبر وبملح وبلح 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 لحتى يوصل للحاجة الروحية اللي له. نعم. وحتى كل اللي بيعملوا المسيرات اليوم حتى الإسلامية اللي بيمشوا مع عشرات وعشرات كيلومترات، إذا بنحكي عن كربلاء مثلا، بكونوا عم يبكوا، بكونوا عايشين حاطين نية بدخلهم وعم بيحكوا عنا. نعم. بكونوا عم بلحوا بالصلاة، عم بلحوا بالبكاء، عم بلحوا بالنوايا، عم بلحوا بالصبر. كل الأديان عندها نفس المنهجية المعينة حسب كل حاجة. نعم. لأنه عنا تساؤلات كبيرة، هالتساؤلات ما منلاقيها إلا إذا التجأنا إلى رب العالمين اللي نحن منعتبر الله من عنده هو الوحيد اللي قادر يعطينا هذه الأجوبة. لذلك منلح ومنصلي ومنصبر ومنتذكر هذا الحدث، وأكيد نعمة الله بتكون هي عم بترفقنا لأن هي بدها تجاوبنا عن كل هالأسئلة هذه. نعم. وعملية الدائرة هي عملية التكرس. نعم. بس نعمل مسيرة الرمزية تبعها لكن هي التكرس، بس نعمل مسيرة طويلة هي الإلحاح،
بس نعمل دائرة هي عملت التكرس. نعم. أنه أنا كرست حيلي لهالمذبح. حلو. يعني يمكن أوقات بنعمل هالطقوس ما بنعرف شو معناتها. نور، مين رح يكونوا أبرز المشاركين بهيدا المؤتمر؟ نحن الهدف المؤتمر كان يكون أول شيء على صعيد أكيد رعوية المسيرات والتطوفات، بس كمان حبينا نعطيه إطار سياحي. نعم. لأنه اليوم مع تطور الفكر المسيرات والتطوفات اليوم شفنا أنه مع هالتطور صار في كتير من هواة الرياضة والترفيه والمشي كمان عبر هالمفهوم إذا فينا نقول المسيرات، صار في كتير ناس بس لأنه بتحب المشي أو بتحب ونحن من هون كمان أكيد في كمان فينا نرجع نلف على الرعوية، بس كمان لازم نعرف أنه اليوم مثلا مثل من أكبر السياحة الدينية والحج الديني، اليوم نحكي عن الكامينو سان جاك دو كومبوستيل اللي بيروحوا بإسبانيا على سان جاك دو كومبوستيل، اليوم نعرف أنه من أهم الدراسات عم تنعمل حول هالمسيرة اللي بكلها بتصب على هالمزار الكبير اللي هو بسان جاك دو كومبوستيل. كتير من الناس بتعمل هالمسيرة بهدف رياضي وترفيهي مش بس روحي. يعني نحن بهمنا نلفت النظر انه في روحانية بالمسيرات وبالتطوفات، بس كمان في كمان وجه سياحي وترفيهي كمان منه هو اكيد لقلنا الاهم بس موجود ومهم كمان بلبنان. نعرف انه في كتير مسيرات وتطوفات عم تنعمل بهالاطار، مثلا نعمل كتير دروب جبلية. نعم. مثل درب السماء إذا سمعتوا فيه اللي بيروح صوب حريصة. صحيح. صوب مزار سيدة لبنان حريصة، درب القمر كمان اثنيناتهم بيودوا على أكبر وأهم مزار لازم نقولها هاي إنه ديني بلبنان اللي هو سياحي وديني بامتياز، يعني اللي هو سيدة لبنان بحريصة. نعم. وفي كمان غير مسيرات مثلا مثل المسيرة اللي بتطلع على جبل الحرمون بعيد التجلي اللي هو رح نحكي عنه نحن كمان بالمؤتمر. بس بما انه ذكرت كيف رح يكون برنامج المؤتمر وشو رح يتضمن؟ هلا يعني اذا بتقدر تخبرونا ابونا ونور كمان عن الموضوع. برنامج المؤتمر انا بحكي بس انه رح يكون في مداخلات رسميه اكثر المزارات، ثلاث جلسات كمان اكثر المزارات رح تحكي عن مزاراتها. نعم. رح تحكي عن المسيرات اللي بتنعمل بالمناطق اللبنانيه، رح نحكي عنهم، رح يكون بحدود 20 جلسه هولي. نعم. رح يكون في حوار حول كيف ممكن نطور هذا العمل بشكل انه يكون الفكر الروحي هو اللي طاغي. نعم. هلا مدام الدكتوره نور بتحكي عن التنظيم بشكل عام من اول جلسه لتاني جلسه، هو مهم نلفت النظر انه هي دعوه لكل الاشخاص اللي بهمها السياحه الدينيه والحج الديني بلبنان، رح تصير بالجامعه الانطونيه بعبدا. ويعني نحن بهمنا نجمع مثل كل شركات السفر اللي بهمها كمان تفوت بهالاطار، الناس اللي بتعمل ابحاث بالجامعات. نعم. عن هالموضوع اللي بهمها السياحه الدينيه، كل الناس اللي بتشتغل كمان خدمات سياحيه باطار، لانه نحن ما لازم ننسى انه في كثير خدمات سياحيه. صحيح. من المطاعم للفنادق لمراكز الاستقبال للأدلاء السياحيين كمان أكيد كتير مهمين. طبعا. أنا وبصفتي كمان عدو بنقابة الأدلاء السياحيين كمان بلفت النظر إنه أهمية الدليل السياحي كمان بشكل عام. كل هالأشخاص معنيين بهيدا الموضوع ومدعوين يجوا يشاركوا معنا بهيدا المؤتمر. هلأ المؤتمر أكيد رح يصير فيه هو بإطار رسمي رح يصير، بقى أكيد في كلمات تعريفية بالأول وبتقدم المؤتمر بشكل عام مع الأب رئيس باخدي العلوان اللي هو رئيس الجمعية، مع وزير السياحة، مع طبعاً كتير مهم دعم اليوم وزارة السياحة مثل ما ذكرنا بالأول. أكيد. إنه هني داعمين وقد تم إطلاق مشروع السياحة للعام 2018، فكمان كتير أساسي دعم مش من اليوم مدعمين. يعني حتى الوزير اللي قبل واللي قبل كان دايماً وزارة السياحة هي عم بتنشط على السياحة الدينية. نعم. مظبوط. نعم. وبقسم يعني من بعد التعريف يعني اكيد رح يصير في محاضرتين بيحكوا عن المسيرات والتطوفات بشكل عام بلبنان وبالعالم، وفي تصنيف المسيرات بشكل تفصيلي اكثر مع الاب الياس وورشه العمل. وقبل ورش العمل رح يصير في عده حلقات
تقريبا 20 مزار رح يقدموا التطوافات والمسيرات اللي بيصيروا سنويا. نعم. بهالمزارات اللي هو شغله كثير مهمه، يعني كمان كل الناس اللي بيهمها الموضوع. ونحن بهالاطار عددنا يعني رزناه ما كمان صار في ما فينا نفرجيها يعني على الهواء، في رزناه ما انعملت مع وانطبعت ورح تتوزع. نعم. مع كل التطوافات والمسيرات اللي مدار السنة. على مدار السنة كثير مهمة، يعني ما لنا رزنة بس لسنة 2018. نعم. هي رزنة ما فيهم يبقوا يستعملوها دائما الناس، ورح تتوزع بهالمؤتمر. نعم. من بعد ما نحكي عن لمحة عن كل هالمسيرات رح يصير في بآخر المؤتمر ورش عمل. نعم. نعزم كمان جميع يعني المشتركين يعني يساهموا بهالورك العمل. نعم. اللي هي رح تكون في عندها 4 محاور اللي هن رح يتطرقوا على ترويج المسيرات والتطوافات، روحانيه المسيرات والتطوافات، الخدمات السياحيه للمسيرات والتطوافات، والناحيه الصحيه والامنيه والبيئيه. صحيح مزبوط. كمان يعني نحكي عن هالموضوع بعدة. نعم. أبونا، هل رح يخرج المؤتمر بتوصيات معينة؟ أكيد رح يخرج بتوصيات، لأنه حاجة هذا المؤتمر هي فرضها شعبنا. نعم. مثل ما تفضلت الدكتورة، من ألوف السنين المسيرات شغالة. نعم. وصار الشعب هو من ضمن حياته الليترجية وحياة الصلاة له. أردنا نحن ننظم هالمسيرات، وفي محلات بطلت مسيرة صارت مظاهرة. يعني إن كان بزحلة بعيد الجسد مظاهرة شعبية، بسكر المدارس. نعم. بسكر المدينة وكله بيمشوا وراء الإربان. نعم. وكلهم بيصرخوا بصوت واحد، بيتمنوا كل واحد منهم هو يكون بيت إربان. نعم. بمسيرة تصاعدية إلى الملكوت، إن كان بعيد العذراء بأيار لبنان كله بيسحف على حريصة. حريصة صحيح. شوفي ليل نهار العالم عم تمشي وبيمشوا مسافات. نعم. في ناس بتيجي من زحلة، في ناس بتطلع من بيروت. نفس الشيء بمر شربل. نعم. ما فينا نقول عنا مسيرة اللي عم يصير ب 22 مر شربل، أو المظاهرة بمر شربل. صحيح. فأرادنا ننظمها لحتى نرجع نعطي الطابع الروحي والزيت الثقافي والبيئي وغيره. كله هذا الشيء رح يكون ضمن المؤتمر اللي بكرر رح يصير ب 17 كثير مهم نرجع نذكر في غلطه ب 17 شباط. لكن الدعوه عامه للجميع بالجامعه الانطونيه الحدد. بالحدد. شكرا لكم ابونا الاب القاضي الياس جورج صليبة ودكتور نور فرح حداد ايضا لوجودكم معنا، وبالتوفيق يا رب. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. مشاهدينا رح توقف لحظات قليله مع بريك اعلاني، خليكم معنا منتابع بعد البريك باقي فقراتنا الحواريه. عودة لكم مشاهدينا من جديد، برحب فيكم لليوم وين ما كنتوا عم بتابعونا سوا، ومستمرين بمجموعة لقاءات وفقرات عودت عليها بصبحيتنا. بالفقرة التالية رح نروح إلى بلدة عين سحلتة، وتحديدا عن النشاط البيئي المتميز والاهتمام البيئي الملحوظ اللي عم تقوم فيه البلدية. كل التفاصيل حول الشق البيئي بعين سحلتة، وقداش فعلا البلدية عم تعطي من وقتها ومن جهدها بهذا الموضوع. ناخده مباشرة من العقيد المتقاعد ناعم سعد رئيس بلدية عين سحلتة. صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيك معنا، شرفتنا. ايضا بصرني رحب برئيس اللجنة البيئية بالبلدية استاذ عصام سليم. اهلا وسهلا. أهلا فيك استاذ عصام. شكرا. بداية كيف عين سحلتة؟ عين سحلتة ممتازة. ممتازة. والأناخة ممتازة وكل شيء ممتاز وأهلها طيب، ومتمنى يكون تزورونا كمان. كل الضيعة اللبنانية يعني ما عندنا شك بجمال هذه الضيعة. وعين سحلتة ضيعة بيئية بيئية ممتازة يعني. تماما. باعتراف وزير البيئة كل اللي زاروا عين سحلتة. رئيس اهتمامات البلدية كتير يعني اليوم. يعني كسلطة محلية اليوم البلديات أوقات احنا ما بننظر لها بهذه الطريقة للأسف كمواطنين، لأنه ما عنا هذه الثقافة أنه فعلا البلدية هي السلطة المحلية. الاهتمامات كتيرة والمهام عن جد كتيرة إذا البلدية بدها تشتغل فعلا. واجهة الرأس كتيرة. صحيح. واجهة الرأس كتيرة كتيرة لكل اللي بيشتغل بالشأن العام يعني. طبيعي. كائن من كان. ليش اخترتوا الشق البيئي يعني اليوم؟ قديش البيئة عنصر مهم بلديتكم؟ أكيد من
من ضمن يعني عمل البلديه هي المحافظه على البيئه اللي هي خصوص بهالايام يعني بهالظروف الصعبه اللي عم نمر فيها، يعني وجود هالنفايات بالطرقات وهالتصحر اللي عم بيصير، يعني في مشكله تصحر كبيره عم بتصير وعم بتخف الاشجار وين ما كان ما بتلاقي وين في غابه عم يطلع محلها بنايه. صحيح. يعني بيجي وقت ما في شجر، بعد حالتنا احنا محافظين على هالامور وخصوصا بغابات الصنوبر. يعني ما عم نخلي حدا يعمر الا ضمن الشروط المتفق عليها وحتى ب 5% من الاستثمار، يعني اللي عنده شقفه ارض صغيره 500 متر. لا بحكي عن غابات الصنوبر. غابات الصنوبر عندنا يمكن الحلقه الماضيه طلعت معكم حكينا عن اكيد تفصلتوا عن الامراض اللي عم بتصيب الصنوبر. تماما. بدي اروح لاستاذ عصام. استاذ عصام، يعني اليوم في فكره نمطيه مرسومه عند الناس انه البلديه بتزفت بتعمر الحيطان، يعني الاشياء اللي تعودنا عليها وهي اشياء ملحه بطبيعه الاحوال، ما فقدش نحن اليوم يعني للاسف نحن بهذا الزمن بعدنا بنسال عن جوره وعن حيط والى اخره، لازم يكونوا هن تحصيل حاصل. قديش الناس اليوم لما تبلش بلديه تروح لاشكاليات ابعد مثل اشكاليه البيئه، فرز النفايات، اليوم بيئي، قديش الناس تتجاوب بطريقه سريعه؟ الناس تجاوبت، ومثلا خصوصي هالاحد باربع شهر عملنا حمله تشجير اللي هو بذور الصنوبر. الاحد اربع كانوا انت؟ الاحد اربع شباط. اربع شباط. كانوا الناس متجاوبين وزرعنا قسم كبير من الاراضي اللي اساسا فيها صنوبر، ولكن نحن من احدى اهم وسائل المكافحه مكافحه الامراض اللي عم تجي على الصنوبر هي زرع جديد. يعني الشجر الصنوبر الجديده اللي هي بتجدد حالها بنفسها. ايه صحيح. نحن زرعنا بذر بناء على استشاره مهندسين بهذا المجال، يعني مهندس زراعي مثلا منهم الاستاذ خالد سليم اللي نصحنا بزراعه البذور احسن من الشتل، خصوصا انه ثاني سنه الشتله بدها ري، الحص مثل كانه نزل عم بيطلع طبيعيا وبيطلع اثبت واقوى. هلا تجاوب العالم كان كثير منيح، وبنتامل بعد اكثر واكثر تجاوب من العالم، لانه في عندنا نحن عن حالتها كبيره. صحيح. نحن في عندنا المساحات اللي هلق مزروع صنوبر، يعني اللي هي صنوبر نحن هاي عم نحط بالفراغات فيها. نعم. وفي عنا مساحات بعد أكثر بكثير اللي هي جاردة ما فيها، يعني في بعض حتى في محلات ما فيها صنوبر، واللي هي مؤهلة إنه تزرع. نحن خططنا إنه كمان بالمساحات اللي مش مزروعة فيها يعني اللي ما فيها كمان أي نوع شجر حولها لشجر. رئيس عم بيقول الأستاذ عصام إنه الحل هو بزرع البذور الجديدة، يعني الأشجار المعمرة اللي فيها مشاكل اللي صار عندها أمراض إلى حل، ولا يعني للأسف نحن أمام مرحلة ما في الصنوبر اذا بلش يبس خلص بده يبس، لانه في بيوصل لعمر معين. والصنوبر مش شجر معمر، يعني مش دغري انه تزرعه اول سنه ثاني سنه بتوقفه، لا صحيح. بده عشرات سنين يصير يطعم، بده وقت. صحيح. والشجر القديم عم يبس طبعا في حشرات وعم نحاول نكافحها، يعني عم بتيجي هليكوبتر الجيش يرشه ونحن عم نساعد هالمزارعين، بس خلص بدها تيبس. صحيح. مشان هيك نحن فتنا بهالمشروع انه نزرع هي مثل ما جدودنا زرعوا على نفس الخطى، نفس الخطى جدودنا زرعوا اكلنا بنزرع نحن تياكل الجيل بدها تيجي بعدنا، لانه مش ممكن نترك منطقه عين سحلتها بلا صنوبر. صحيح. هي معروفه بغناها بالصنوبر والارز. صنوبر. نعم. قديش مهمه هذا، يعني 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 الى جانب الشق البيئي الارض والشجره والعلاقه الانسان بالارض. اليوم نحن بزمن كل الناس عم تبعد عن الارض، يعني وما في علاقه يعني مباشره بين الانسان والارض، حتى الجيل الجديد بيقولوا حتى ما بيعرف شو يعني ملمس التراب تحديدا. قديش حلوه هيدي احياء لهيدي الفكره، ما بيعرف كلمه مركوش شو معناها. صحيح. هيدي لما تجي تزرع صنوبره او هالشب او هالولد اللي زرع صنوبره هي بصير بده يطلع شوف وين صارت. تماما. بصير يبلش يتمسك بهالارض، ببلش يعني نحن ذكرياتنا بشجر صنوبر، نحن وصغار نلعب تحت شجر صنوبر، شي نحفر اسمائنا، شي نقشرها لصنوبر، يعني هيدي صنوبر في إلى رمزيتها انه طفولة الشباب بتعيش، وهالولد بيجي بيزرع هالحص بده يتابعه. تماما. خلص صار جزء منه، صار جزء منه، بده يشوف وين صار.
يعني انا مثلا بزرع عشات لحد البيت بصير كل يوم بدي اتبعها، يعني بدي اتبعها مثل ورق من اولاد حي. يعني اليوم يعني اليوم الشجر هو كائن حي، اوقات احنا بنفكر انه هذه العلاقه كيف بدنا نفسرها، يمكن مجرد ما نعرف انه الشجره او النبته هي كائن حي لابد انه تنشا هذه العلاقه بيننا وبين وبينهم. استاذ عصام، يوم بيئه اللي شهدته البلده باربع شهر تحديدا، شو يعني يوم بيئه؟ كيف نظمته؟ من شارك فيه؟ كيف صارت كل العمليه؟ نحن نظمنا نحن كبلدية وبالتعاون مع محمية أرز الشوف اللي هي لها دور كبير بحماية الطبيعة بمنطقة الشوف وجمعية الرابطة الخيرية، وفي عنا مع البلدية في جروب من أهل الضيعة أصدقاء البلدية كمان كثير ناشطين بهالمجال، هني مجموعة من نخبة الشباب والصبايا عم بيساعدونا بكل هالأشياء البيئية. صحيح. كان يوم 4 شباط يوم حلو كتير، جمع هالشباب كلها، يعني بالإضافة لأنه إله إفادة بالزرع إله إفادة بتلاقي التواصلية، يعني الناس رجعت تشوف بعضها وقعدت تجمع بهالطبيعة. كان نهار حلو كتير، وإن الله رد عنا كمان يوم تاني ب 11 نعم بنفس يعني الإطار رح يكون المقبل نفس الشيء، رح نكفي مطرح ما وصلنا والمساحات اللي بعدها ما وصلنا اول مره. نعم رئيس، في خطه مرسومه للتشجير على المدى البعيد او خلينا نقول يعني تبذير الارض بهذا الاطار؟ يعني اليوم عندنا يومين 4 و11 شباط، على المدى القريب المنظور في ايام يعني رسمتوها ولا بعدكم يعني باطار التخطيط؟ فتره الزرع بشباط اكثر شيء، ما شباط واحدار يعني. هلا نحن ناطين تيجينا شطول من وزارة الزراعة كمان تنتابع، يعني طلبنا شطول مش بس أرز يعني مش سنوبر، شطول فواكه ويعني جميع أنواع الشطول إذا قدرنا حصلنا عليها. شو الفواكه اللي بتعيش بها يعني سحلتها؟ بها سحلتها عنا تفاح وكرز ودراق وخوخ ونجاص، يعني الفواكه الجردية تحديدا تقريبا جردية لأنه عايز حالة عالية يعني. قداش أنا فوق 1000 متر بتبلش من 950 توصل 1800 لل 2000 حتى من الأرز فوق الجبل. يعني أنتوا طالبين كل هذه الشطول؟ كل هالشطول يعني تتماشى مع طبيعة الأرض، وعندنا هنا يعني عندنا نبع الصفا للأسف الحمد لله يعني الحمد لله، بس السنة في يعني جفاف شح على كل يعني على كل الصعد السنة. إن شاء الله إنه عم نحاول كمان نعالج مشكلة المي هلا بطريقة معينة، عم ندرس لك أستاذ عصام. يعني البلديات بكثير من المحلات عم تتجه لإقامة استثمارات، محاولة خلق فرص عمل، محاولة يعني إيجاد بدائل لكثير من الناس. اليوم اللي عم تعملوه حضرتكم هو إعادة إذا بدي أقول يعني إعادة إعطاء الأهمية للقطاع الزراعي بحد ذاته، اللي أوقات كتير عم نخفله وعم نخفل أساسيات الأشياء اللي كان يعيش منها المواطن اللبناني. قديش بحد ذاته إعادة تشجير الأشجار المثمرة بيخلق فرص عمل لكل الناس بالبلدة، أكان فلاحين، طلاب جامعيين، بركة، حتى يعني الناس اللي مهتمة من بعيد بهذا القطاع، قديش هو بحد ذاته محلا حتى نخلق فرص عمل للناس؟ مزبوط، هو أساسا الصنوبر عنا بعد حالتا خالق فرص عمل من قبل. يعني كل أغلب أهل الضيعة في منهم بيعيشوا 100% من وراء الصنوبر، يعني مثلا أنا نحن بي مثلا وجدي كمان من الناس اللي من أول ما يعني ما بلشوا بالشغل يعني بلشوا بالصنوبر، مهنتهم بالصنوبر. وفي مجموعة كبيرة من أهل البلد بيعتمدوا اعتماد أساسي على الصنوبر، واللي ما بيعتمد اعتماد أساسي إذا عنده شوي أو بيضمن شوي هو رديف لعمله بيكون داعم لإله بحياته. يعني نحن زراعة الشجر الجديد الصنوبر الجديد أكيد بأمن فرص عمل جديدة. صحيح. وطبعا هي الشغل بالصنوبر شغل صحي ومفيد جدا على المدى البعيد. نعم. يعني على المدى البعيد طبيعة الأحوال. رئيس، موضوع النفايات هذا موضوع شائك على الساحة اللبنانية، مثل ما بيقولوا رميت الكرة بملعب البلديات. بعض البلديات لقفت الموضوع وبلشت عمل مثل بلديتكم، وبعض البلديات ما زالت بالانتظار. طبعا نحن بحاجة لخطة وطنية، بدي أعرف شو عم تعملوا بعين سحلتها. نحن مبدئيا بالنسبة للنفايات بعين سحلتها بشرنا بالفرز. نعم. يعني عم نحاول نعمل فرز من المصدر. عم نحاول في تجاوب، يعني في بعض التجاوب ولا في تجاوب فعلي؟
مش 100% يعني مش 100% لا مش 100% مش 100% لانه سريلانكيين ما بتقرا عربي بدنا نكتب لها بكذا لغه تقدر صح مساعدات المنازل اللي موجودين عندنا بالمنازل مساعدات المنازل يعني طبعا الهاوس كيبر ايه بس انه السيدات بالمنازل او الرجال بالمنازل او الاولاد بالمنازل بيصير يعني اذا نزلوا واهتموا ب يعني بالموضوع عندنا مرحلتين يعني الفرز من المصدر والفرز الثاني بيكون بالباركينج المؤقت اللي اخدينه ارض كبيره بعيده عن المنازل بعيده عن مرجع الماء بعيده عن كل شيء تما نخلق واعترف التلوث جديد التلوث ما في تلوث لانه نحن عم نفرز عم نشيل كل شيء مواد من البلاستيك وكرتون وحديد والومنيوم وازاز ابيض واخضر وكل ملون بنشيله بنحطه على جنب بنعبي ما تبقى باكياس لانه بده يجي وقت بدنا نشيله ما فيك تتركهم بالارض تماما بالنهايه ما فينا نخليهم هيك لابد انه يكون لهم محل يتصدروا عليه نحن مبدئيا هلا عم نشتغل على مشروع على مستوى الشوف كله يعني ما هو تكبير معمل سويجاني بس بعدنا بيطور يعني بيطور التحضير بيطور التحضير نحن الحمد لله يعني مرتاحين شوية انتم بمرحله خلينا نقول يعني مقبوله اذا مقبوله مش بين الفرز بالمصدر وبين اعاده الفرز من بالمكب يعني بمرحله مقبوله صحيح بنكون اهلا وسهلا فيكم ان شاء الله بتضلها دائما عن سحلتها حضره ومنطقه بيئيه بامتياز ان شاء الله بدل الصنوبر عم بيلولح فيها من كل جوانبها اهلا وسهلا فيكم رئيس بلديه عن سحلتها العقيد المتقاعد نعيم سعد شرفتنا اهلا وسهلا فيك ايضا استاذ عصام سليم رئيس اللجنه البيئيه بالبلديه ايضا اهلا وسهلا فيك معنا بصبحيتنا شكرا لكم مشاهدينا فاصل قصير ونحن وياكم بنتابع بحلقتنا خليكم معنا مشاهدينا متابعين معكم برنامج أحلى صباح بعد حكي نسوان صار وقت يحكوا الرجال ضيوفنا اليوم المخرجة لينا خوري أهلا وسهلا فيك شكرا والممثل طارق تميم كمان أهلا وسهلا فيك هاي. مسرحية حكي رجال رح نشوفها قريبا على المسرح هيدي المسرحية بتقول عنا أنه هي كوميديا سوداء منا مستوحاة من حكي نسوان إنما بتحكي عن الرجال بتحكي عن مشاكلهم عن خبرينا أكثر يعني على طريقتك عن حكي رجال بلا هي من ورا حكي نسوان على كتر ما صارت العالم تقول لي عملي حكي رجال عملي حكي رجال زي ما عندهم اخبار احسن ما يقولوا بس النسوان بتحكي في رجال كمان عندها اشياء تقولها كمان فقبل كنت اقول لهم خلي حدا رجل يكتب المسرحيه لانه بده يفهم التفاصيل اكثر مني الحساسه بعدين عن جد ضلت العالم تقول لي فقلت يلا ليش لا بس هني كانت الصعوبه لانه النسوان كثير يعني وقت عملت مقابلاتي كل القصص بحكي نسوان بحكي رجال حقيقيه نعم. عملت مقابلات مع كثير ناس وحكيت معهم واخذت مشاكلهم وهمومهم وهواجسهم اذا بديك وعملتها بطريقه دراميه كانت الصعوبه انه الرجال ما بيحكوا قد النسوان النسوان عندهم مشاكل اكثر بس هذا ما بيعني انه الرجال ما عندهم مشاكل فمشان هيك استعانت بكتاب رجال لنخلص سوا نص متين إذا فينا نسميه اللي هن فؤاد يمين ورامي الطويل نعم فركب ركبة المسرحية بيقولوا أنه النسوان ما بنقدر نفهمهم قدرت تفهم الرجال بعد هالمقابلات بنقدر يعني اليوم لما نحضر المسرحية ونسمع حكي هالرجال نفهم مشاكلهم نفهم رغباتهم عن شو بيحكوا أكتر شيء هلا هيك ما بدي خبر كتير لأنه بدي العالم تحضر المسرحية هي كمان طريقة المعالجة يعني هي إن كان رجل أو كان مرة إنسان بالنهاية صحيح أفكاره وأحلامه وأحاسيسه بس لأنه دايما بتضوي على مشاكل مرة مننسى أنه في رجل وعنده مسؤوليات وعنده هموم وكمان محطوط بإطار أنت رجل ولازم تعمل هيك بس ما حدا بيقرب يسأله ففي هون القصة في حساسية يعني الرجل حساس الرجل يعني إنسان بالنهاية فهي قصة إنسان أكثر من رجل أو امرأة بس دايما المسرح أو حال العمل الفني هو تضواي على فكرة معينة لنعيد النظر أو نفكر فيها بطريقة مغايرة أخرى فهي هي القصص بيعرفوها بس القالب المحطوط فيه هو المفروض يكون ملفت الممثل طارق تميم كمان لك دور بهذه المسرحية شو الدور اللي بتلعبه؟ إنسان عم بسمعكم يعني وجه نظر البنات أنا إنسان بني آدم الرجال غريب معنو نسمع غير شيء نسمع غير شيء نحن ولا نحن طع الساعة اللي جوازتك فيها يا ريت أخطار وما أخطاك يا ريت
والله بني ادم. انا كمان ما كتير حابب كتير احكي عن دور لانه نعم. حيكون شيء جديد بالنسبه للناس الكاركتر اللي عم بلعبه. هلا دوري مش كبير كتير بالمسرحيه ومبسوط فيه قد الدنيا. نعم. تيرنينج بوينت هو نقطه تحول بالمسرحيه لتروح على محل تاني. دور كتير حلو. المحقول مواطن لانه مش هذا هو الرجل اللبناني اللي ماشي على ماشي صح كوركت على الاتيكيت اللي ماشي مش على الاتيكيت ماشي على المواطن صالح يعني بدك فيك تقولي مواطن صالح اوكي بعد شيء منهم يعني بنلاقي منهم يعني هو عم بيحاول المستحيل عايش ببلد يعني الدوله ما بتعطي حقوق نعم إيه كيف بده يكون في التزام اتجاهها ف هو عم يجرب المستحيل بمحل مش اريكا كانسان مش اريكا بني ادم خلص عن الدور عشاني تفضلي لينا يعني فينا نقول ان المسرحيه هي قصه متكامله ولا اجزاء بكل جزء كل رجل بيحكي عن شغلة مختلفة الاثنين يعني كل حدا عنده خصوصياته بس طبعا القالب متكامل فوتاتهم مع بعض ومن موضوع لموضوع وشو بيصير أكيد يعني منتوقع لما نحضر المسرحية نضحك أو نضحك ونبكي اثنين يلي هو هيدا أحلى نوع مسرح بالنسبة لي شخصياً الدارك كوميدي لأنه بتتسلي بتنبسطي بتضحكي آخر شيء ببلشي تحسي أنه عم بتضحك على حالي أنا ببلش الوجع إذا مش بكي يعني ببلش الأسى فالاثنين طارق لما تواصلت معك لينا كرمال هالمسرحية وخبرتك عن الدور شو كان انطباعك الأول وقدي متوقع نجح لهالمسرحية وقدي متوقع أنه الناس يحبوا أنا لينا على طول في تواصل بيني وبينها نعم مش بحاجة أقرأ الدور اللي بتعطيني إياه لينا يعني شو بتعطيني بعرف حالي إنه فيت على عمل كتير كبير فبتكون هيدي في أول شيء في هاي قبل ما أعرف شو فبقلها إيه بتقلي ما أقرأ الدور قبل تواصلت معي لما عطيتني الدور وقالت لي شايفتك بهيدا الدور يمكن أول قراءة بكيت فيه لأنه حلو كتير الدور نعم قمت بستا قلت لها يعني إذا عم تعطيني المسرحية لنقي إذا بدي نقي دور حنقي هيدا الدور فعرفيني أي دور تعطيني على البكلة دايما هيك مش أول تجربة يعني هاي مع لينا صار في كذا تجربة مع لينا ودايما بتختار لي الدور الكتير بيشبهني مناسب اللي بقدر بتعرف أني بقدر وصله بقدر ألعبه لينا خبرينا شوي عن الممثلين المشاركين بالمسرحية وحضرتك رح تكوني كمان مشاركة الإمرأة الوحيدة بين حكي رجال شو رح يكون هيك دورك وكيف رح الرجل وعيد نحن نسوي تفضل ايه ما بكتير بيعتبروني مرأة بيقولوا لي انت راسك راس زلمة الممثلين جابرييل يمين نعم فؤاد يمين جابرييلي فؤادي جابرييل لا جابرييل يمين فؤاد يمين طارق تميم توني معلوف وجوزيف زيتوني نعم. خمس ممثلين بجننوا مننبسط كتير بالتمارين لأنه كلهم قلبهم على المسرحية يعني نعم. لهلأ منغير تفاصيل هالجملة لا ما بتنقال جابرييل يمين كمان كتير هيك زاد تفاصيل بالمسرحية بالنص وكلهم حابين وهذا أحلى شيء بالمسرحية عن جد الجو اللي بينخلق بالتمارين هو أحلى شيء بصير كلنا همنا واحد وشغلنا واحد وقلبنا على بعض فهذا أحلى شيء تناغم والممثلين واللي ما بيبينوا على المسرح يعني كل المصممين كل بالإنتاج وبإدارة المسرح بجننوا كلهم هيك يعني أحلى شيء وقتها يكونوا الناس اللي عم تشتغلي معهم يكونوا حابين العمل إذا مش قديك أكتر صحيح من قلبهم عم يعطوا أكيد صح. التناغم اللي موجود بالتدريبات والتمارين ببين على كل حال هيدا الشيء على المسرح يعني حسن صادق السينوغراف من الصيف عم بيشتغل على الديزاين ويشيل وما ينام ويفيق واللي عم بعمل هيك والناس اللي عم بتصمم الجرافيكس كلهم يعني عشان ما كلهم بجننوا فهيدي كتير حلوة هيدي الخلطة نعم بين حكي نسوان وحكي رجال في 10 سنين فرق شو المفارقة بيناتهم 10 سنين حياة بعد الهموم نفسها يعني 10 سنين حياة 10 سنين خبرة 10 سنين خيبات 10 سنين أمال جديدة حياة يعني ما فيك تختصريها بكلمة
وحسيت في فرق لما كتبت حكي نسوان وحكي رجال؟ صح، حكي نسوان الكتيبة أخذت معي سنة سنة ونص، حكي رجال 5 سنين. من وقتها يعني بعد 5 سنين بلشت تفكر بحكي رجال. طارق، اليوم قد بتترك مساحة على المسرح للعفوية؟ يعني كانت عم بتقول لينا أنه حتى بالتمرينات في هيك أوقات لو حب يصير يضيف كم شغلة، قد أنت بتعتمد على العفوية بدورك على المسرح؟ أكيد عادة العفوية بتاخد حيز كبير من شغلي، بس بالمسرح اللي عادة أنا بشتغله مع لينا في كتير التزام، مش هي طلبته. أنا طالب منها أنه إذا شتيت رجعي رديني، لأنه هيدا الدور وهيدا النوع المسرحي ما فيك كتير تلعبي، فيك تعيشي بالفلك تاعها، بس مش المقصود منها أنه نكون عم ننكت أو نكون أبداً. يعني في مواضيع جدية مطروحة جدا، وأي شيء بتكوني عم بتضيفي عم بتزيديه عم بيكون حتى لو كان بيضحك بيكون عم بيخسر من قيمته للدور أكتر ما عم بي عم بتضيف. فقد ما بتقدري تعطيه بصدق وتعطيه قد ما هو بيكون كتير منيح، بيكون كتير تمام بهيدا النوع الشغل. هلا بغير أنواع الشغل في عندي دايما بحط شيء من، بس بالنهاية هيدا الدور لو ما حبيته وحسيت انه في شيء يعني بيشبهني، مما لا شك فيه انه دائما الادوار اللي بناخدها حتى لو مش بالحياه اليوميه بالممارسه، بس دائما بيكون في شيء بينخزك هيك من جوا، ففي شيء بيشبهك بيكون من هيدا الدور، يمكن ما الناس ما بتشوفه فيكي بتشوفه على المسرح بلحظتها. لينا، كنت سالتك عن دورك بالمسرحيه، خبرينا اكثر. هي نقطه فصل، هي نقطه تحول؟ لا، طارق نقطه التحول، يعني دخول شخصيته والشيء القصه اللي عم بيطرحها او الخبريه او الدور هو نقطة التحول. أنا هي مش تحول حتى، حرام من هيدا، هي الشيء اللي بتخلي هيدول المجموعة خلص. شفتي كي قامعتنا بتقلي جو حب وتآخي وتعاضب، هو يعني محبة شو من شوي كنت عم تحكي لها أخوة بلا نترك سيستان، شو هالحب، شو هالتآخي، شو هالجو، تفضل سكوت، يلا سكتنا، يعني بتموني عليه بتقولي له. هيدا عبارة اللي شفناه هلأ بيشبه هيك مشاهد بالمسرحية، قمع ومقمع، هذا طارق. هذا طارق. أنا على فكرة بدنا من بعد ما يمكن بدنا حقوق الرجل، بدنا نوقف قصة حقوق المرأة. لا ما فينا قبل ما ناخد كل حقوقنا ما رح نوقف. بدنا نفوت لأنه عم ناكل مقموعين عادي. تفضلي ستي. تفضلي لينا عن الدور. الدور لا منه كتير أساسي، هو محرض إذا بديك، وبعدين عم بلعب حالي مش يعني عم بلعب شخصيتي، ما عم بلعب. فهني أدوارهم الأهم، وكل الشباب كل الشخصيات أدوارهم أساسية ومهمة، وأنا دوري هيك يعني مرق الطريق. إذا بدنا نحكي شوي، أنا حكيت الإكيب كتير كبير، أكيد في جرافيكس، في إخراج. الإخراج كيف رح يلعب دور الجرافيكس؟ هل رح يكون لهم كمان دور بالمسرحية؟ يعني الإخراج بشكل عام كمان بيعطي نمط آخر، بيعطي نمطية للمسرحية، خبرينا أكتر عنه، عن الشغل. أكيد هو يعني الإخراج، هو أنا بحب عادة وقت أفسر لتلميذي كلمة دايركتور، بقول لهم جاي من كلمة دايركشن يعني اتجاه، تعطي اتجاه للعمل بكل عوامله، من الإضاءة للديكور للنص لإدارة الممثلين للملابس، لتوصلي الفكرة الأساسية اللي بدك إياها. فهو شغل على كل هول ليكونوا عم بيوصلوا الأفكار الأساسية والأحاسيس وال situations نعم الحالات اللي عم تنطرح وعم تحكي فيها. فهي انك تقدري تلعبي بكل هولي لتوصليهم، وطبعا ما فيك تشتغلي اخراج اذا ما عندك كل العوامل كمان هن جزء اساسي من المسرحيه. عم بيقدموا قد احلى ما فيهم لانه هن بيساعدوك وانت بتركبيهم. فهي ما في واحد يعمل مسرح لحاله. طب نحن سمعناك هلا في مجال تخبرينا شو الفكره الاساسيه؟ بما انك عم تطرحي الفكره الاساسيه، شو الفكره الاساسيه من العمل؟ من العمل؟ صار لي ساعه بدي اجرب اسحب منها شيء، ما عم بتخليني. لا الفكره الاساسيه انه نحن مش عارفين شو الفكره. عم بمزح هلا، بمزح. ما الناس معوده علينا بنمزح.
بعرف ما بدك فكرة الأساسية حكي رجال عالم حكي رجال بس إذا بنحكي عن الشخصيات يعني ما بدي تخبريني عن الشخصيات الموجودة بس اليوم إذا في أب عم يحضر المسرحية بيشوف حاله إذا في رجل عاطل عن العمل رح يشوف حاله بالمسرحية إذا في الشاب الأعزب المقادر يأسس حاله كمان موجود بالمسرحية يعني هول هن بشكل عام كل رجل موجود بالمجتمع اليوم رايح يحضر المسرحية رح يشوف حاله فيها تقريبا منه ما عم نحكي يعني عم نحكي عن الرجل اللي عم بيجرب كمان هو يفتش ويسأل منه عم نحكي عن الرجل اللي قامع يعني مش عم انا وفرجي وجهه نظر الرجل اللي نحن كلياتنا ما بنحبه وما بدنا اياه مثل في كثير من النساء قامعين وما بنحبهم وما بدنا اياهم يعني مثل حكي نسوان كانت عم تطرح شوي اذا بدك افانغارديست كانت بوقتها وبطرحها لمشاكل النساء كمان هيدي المسرحيه افانغارديست بطرحها لمشاكل الرجل يعني ما عندي رجل هلا في متسلط او تفكيره رجعي ابدا في افكار تمرق عن إذا بدك الذكورية إيه طبعا أكيد لأنه موجودة نعم. بس لقى الرجال كلهم حلوين حلوين يعني ما نسمع حديث حلو منه حلو. نعم. إن هي كل رجل حيكون عم بيحضر حيحس حاله معنى. بمكان ما معني هلأ نحن مش متوجهين لكاتيجوري وحدة هي فئات الرجال ومش إنه فئاتهم بمعنى إنه إذا بدك العامل في شيء خاصه بالعامل موجود هون رب نعم. الأسرة في شيء خاصه برب الأسرة موجود نعم. هون نعم. الرجل موجود الرجل هون الحبيب الصديق كل شيء موجود هون يعني رغم أنه أربعة عم يلعبوا بس مش معناته عم يلعبوا أربعة الأربعة كل واحد كذا شخصية لا ده. بس قد ما هو الـ مش الهم حقول ما بدي استعمل كلمة الهم بس قد ما بيعكس المجتمع مرايه نعم. لشيء عم بيصير عادة الناس ما بتحكي فيه فكل واحد حيكون عم بيحضر حيحس حاله أنه أنا معني ليكون شو بيشبهني ليكون شو كذا إيه فعلا لأنه هي مش تصنيف البشر كبشر هي تصنيف الفئات العاملة نعم. مش ضروري العاملة بمعنى الكامل والهموم يعني تاعيتها يعني على طريقتكم كيف تدعو الناس يجوا يحضروا ويريد فينا نرجع نذكر بتاريخ المسرحية والمكان طبعا ضروري المسرحيه بمسرح المدينه بالحمراء ابتداء من 1 اذار بعد 3 جماع 2019 18 اه والله 2018 لا ما فينا ننطر سنه نسمعكم بعد فيها الاذان يا لطيف نعم 1 اذار على مسرح المدينه بالحمراء البطاقات عند انطوان انطوان تيكتينج اونلاين او حيلا فرع من فروع مكاتب انطوان وأكيد بالمسرح كمان بس من هيك ما يتأخروا يشتروا الكروتة من هلأ لأنه بعرف قديش الناس بتحب مسرحيك وقديش نحن اليوم بحاجة أنه نشجع المسرح اللبناني لأنه شفنا عن جد نهضة كتير حلوة وإن شاء الله بتستمر بتوفيق طارق بهيدا العمل وكل أعمالك لينا كمان دايما ننطر أعمالك بتوفيق لإليك وإن شاء الله بالنجاح الدائم أهلا وسهلا فيكم شكرا مشاهدينا رح ننتقل هلأ إلى فقرة ستار نيوز دومنا الفقرة رح نعمل جولة مش عم بخلوني ركز عم خرجت العمل حضرتك؟ حضرتها ايه؟ اوكي سوري رح نشوف اخبار فنية منوعة حضرها الزميل بيير حداد إلى لقائنا الأخير لليوم مشاهدينا برحب فيكم عن جديد وين ما كنتوا عم بتابعونا طبعا لكل انضموا لنا بهذا الوقت تحية صباحية على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا كتير هي المشاكل اللي بتعرضوا لها الرياضيين أو هواة الرياضة كتير هي المشاكل اللي فعلا بيصير بدها علاج ومتابعة على فترة طويلة اليوم بصيرنا نستضيف المعالج الفيزيائي والمتخصص بالتربية البدنية والإصابات الرياضية علي الزين صباح الخير علي صباح اهلا وسهلا فيك معنا شرفتنا علي قلت كثير هي المشاكل اللي بيتعرضوا لها الرياضيين وهو الرياضة شو يعني مشاكل بيتعرضوا لها على الصعيد طبعا يعني الوقعات إذا صح التعبير هلا الإصابة هي عبارة عن خلل بصير بالأنسجة يا بالعضل يا بالعظم يا بالأوتار يا بالليجامو يلي هن ربطات هلا الإصابة ممكن تصير يا نتيجة عدم إحماء مزبوط أما تمرين زيادة عن اللزوم
يعني بكون مثلا بيشتغل كل النهار، بروح بده بالنسبه للهوات بروح بده يلعب فوتبول من فوتبول عشية. فبيتعرض بيكون العضله اصلا تعبانه، بروح لا يعمل مجهود زياده عليها، فبتبلش تزيد الاصابه تدريجيا. ما يعني لابد انه يكون في تحميه قبل ما نبلش باي لعبه. هلا حيلا انت لا تقدر مثلا دور سياره بدك ما فيك تمشي دغري فيها، بدك تنطر وقت عليها لحتى تحمى كل شيء يمشي فيها. نفس الشيء جسم عنا منه الجسم تاعونا محضر لنعمل اشياء كومبلكس، بس مش محضر دغري نعملها، يعني بده يكون في تهيئه. يمكن تكون التهيئه مش بس حمايه لمده 20 دقيقه يلي هي بالصيف، ولمده 30 دقيقه يلي هي بالشتاء. يمكن تكون تهيئه لمثلا ليقدر الواحد يلعب فوتبول، تهيئه شهرين ليقدر يلعب فوتبول اذا منه لعبان ولا مره بحياته. حسب حسب كل جسم، حسب كل شخص، حسب مزبوط. كل كمان رياضة، يعني في رياضات يمكن بتطلب تهيئة أكثر من رياضات تانية، هذا الشيء بيرجع يمكن لكل حسب الرياضة اللي بدنا نلعبها، حسب قد هي قوية بالنسبة وقد جسمنا بيتحملها أما ما بيتحملها. تماما علي. لكن مثل ما قلنا الناس اللي بتمارس الرياضة بشكل يعني بشكل خلينا نقول محترفين، والناس الهواة اثنيناتهم معرضين ليكون عندهم إصابات بخلال ممارستهم للرياضة. شو هي أبرز هذه الإصابات اللي بتعرض لها الناس؟ هلا الهواة بيتعرضوا لنسبة إصابة أكثر من المحترفين، لأنه المحترفين طريقة تحضيرهم للعبة بكونوا محضر العضل، عندهم العضل كتير منيح. فأما الهواة بكون ما مارس رياضة، بيجي بس ليتسلى يعمل رياضة، بيتعرض لإصابة كتير كبيرة. نعم، بس التانية معرضين، يعني اليوم ما فينا نقول إنه هيدا محترف يعني بالتالي ما بيتعرض، اثنيناتهم بيتعرضوا لاحتمال الإصابة بخلال ممارستهم للرياضة. كنا عم نحكي عن أنواع الإصابات، خلينا نروح للصورة الأولى اللي عم نشوفها نحن وياك علي لو سمحت. شو عم نشوف؟ هلأ نحن عم نشوف الركبة. هلأ الركبة هي عبارة عن أوتار وغضروف بيجي بالنص ليحدد الحد من الاحتكاك بين العظمتين. نعم. وعندك العضل يلي هن أوتار بيسموه ليجامو أكتيف، يعني أوتار إيجابية لتحمل العظمة بأول فترات، بعدين الرباط هو بيرجع بيشد. لما الرباط لحاله يشد بينقطش، وهون بتصير عنا الإصابات، تصير عنا بالنسبة للتمدد لحتى توصل لمرحلة ممكن القطع بالرباط الصليبي. أي متى بنعرف أنه بلش في عنا إصابة بالركبة؟ مثل ما قلنا هي بدها وقت لتتطور وإلى آخره. في شيء إشارات معينة يعني بتقول في إصابة بالركبة؟ هلأ هي مجرد ما أنت عم تحس، هو الوجع هو عبارة عن ألارم، يعني نحن في عنا شيء موجود بهيدا المنطقة اللي مصابة. فبيبلش نحن شو منصير نعمل؟ منصير منروح منحكي مع العالم، بقوم العالم بيعطونا دواء، صحيح، منياخد دواء التهابات، وكلنا بنعرف نوصف دواء يعني واشياء مساعدة، وأوقات يعني نوصف لازم تعملوا سبور لأنه ركبتك عم توجعك. مزبوط يعني. بيروح بياخد دواء بيشيل هيدا الألارم، فبيروح مجرد ما رجع لعب فوتبول مرة تانية حيرجع هون بتزيد الإصابة. ممكن الإصابة ما تتطور تدريجيا، يمكن فجأة تصير بعد أول إنذار عطتنا إياه الركبة. نعم، لكن عند أي إنذار يعني عند أي علامة وجع بركبتنا، ولكن أوقات يعني أوقات توجعنا ركبتنا مرة وخلص، يعني كمان فينا نقول عند أي إنذار أو أي علامة وجع أو لا، لازم يكون في إشياء فعلية يعني بتشير إلى أنه في عنا إصابة بالركبة. مثلا أنا اليوم ماشي ما عملت شيء كتير صعب، عم حيعيش حياتي طبيعية، أوكي. الأوجاع اللي طلعت ما حتكون أوجاع سببها كتير قوي. نعم. بينما إذا أنا اليوم رحت لعبت فوتبول أكلت ضربة كتير قوية على ركبتي، صار في وجع بعدها، يعني هون لازم وقف، لازم ما روح ألعب فوتبول بعد، لأنه هي الإصابة بعد 3 أيام ما بتقعد بتحس فيها. معظم شو كانت إصابة ما بتقعد بتحس فيها، بتخفى الإصابة بعد 3 أيام. يعني بعد 3 أيام الجسم لحاله بيعمل ريكوبراسيون، بتصير أنت بالمبدأ ما هتحاسس. نعم. فيها. نعم. بتروح بتعمل نفس المجهود اللي رجعت عملته، بتتعرض لإصابة يمكن ما تتعرض بالنسبة
الرباط يمكن ما تتعرض لضربة تانية يطوق لحاله. نعم لك خلنا نقول انه عند اي حادث متعرض له خلال ممارسة الرياضة اذا بعد هذا الحادث صار عندنا اي نوع او انواع الوجع بالركبة تحديدا لابد انه نوقف هذه الرياضة ونتوجه عند حكيم متخصص لحتى نعرف فعليا يعني هل في خطر ما في خطر ما يكون في شيء يعني وان شاء الله ما يكون في شيء ولكن لابد انه نتأكد ونعرف شو عم بيصير. هلا بالنسبة للرباط الصليبي قدران تكتشف انه انت معك قطع كامل لما يكون في قطع كامل قدران تكتشف هذا الموضوع لانه بيصير في شيء اسمه عدم ثبات يعني انت بتحس الركبه منا مزبوطه يعني بتحس فيها خلل بتحس فيها فراغ هودي الاحساس هودي انه في عندك قطع بالرباط الصليبي. شائع كثير الرباط الصليبي علي يعني بنشوف كثير ناس يعني عندها مشي بالرباط الصليبي ليش 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 عم بتكاتر ما بزع عم بتكاتر او لا خبرني انت. هلا بالمبدا عنا عم بيصير في كثير رباط صليبي بالنسبه لاوروبا النسبة عنا كتير عالي. ليش؟ لأنه بأوروبا بيكون ملاعب عندهم محضرة عنا الملاعب حشيش اصطناعي ثلاثة أرباع يعني حتى بالدور اللبناني هلا عم بيلعبوا حشيش اصطناعي الملاعب عنا منا مجهزة ملاعب الحشيش الصناعي ما لازم تلعب فيها بإسبادرين بيجي له جلال بيسموه هيك لازم يكون في شيء ما بيخلي الاحتكاك كتير قوي بين الأرض مزبوط لأنه مجرد ما أنت احتكيت العضلة ما قدرت تتحمل هيدا الضغط حيطق الرباط. يمكن أكتر شيء منشوفه هن الرباط الصليبي والفكش بالكاحل وحسب أي درجات. هلأ بمعظم الأحيان عم بتكون بين 90% تمدد بالركبة هو قطع كامل وعندك 10% هو قطع جزئي يعني نسبة والقطع الجزئي كمان إذا ما اشتغلت مزبوط صحيح بيرجع بشير كامل بطبيعة الأحوال. خلينا نشوف صورة تانية نحن وياك عليها وأيضا نتعرف على تفاصيل هيدي الصورة. رح نشوف صورة أيضا من بعض المشاكل والإصابات اللي معقول نتعرض لهون. شو عم نشوف؟ هلا نحن هون عم نشوف الركبة بس هي مطعوجة عندك الرباط الصليبي والرباط الأمامي والخلفي مبينين عندك الرباط الجانبي اثنيناتهم كمان مبينين وعندك الغلاف تعول العظمي اللي هو الكارتيلاج هيدا كمان بالإضافة إنه بالغضروف من تحت هيدا كمان بيحد من الحركة بيحد من الاحتكاك اللي موجود بقلب الركبة. صورة تانية أيضا منتابعة نحن وياك شو عم نشوف هون عليه؟ هلا هي ذاتها كمان بس عم نشوفها من منظر تاني من زاوية أخرى كمان نفس الشيء الكل بس هون عم بتشوف في مثل مي بقلب الركبة هو اسمه الليكيتسينوفيال يعني هيدا كمان بينتج عن إصابات رياضية المي هيدا موجود هو أصلا موجود بالركبة. لحتى يعمل يعني بريسيون نيجاتيف يعني ضغط داخلي لحتى تضل المفصل كله مثل كأنه يعني حامي الركبة من جميع النواحي حتى تتعرض لعدة ضربات تتحملهم يعني. صحيح. علي في رياضيين يعني قد ما تحكي معهم عبس يعني خلص بده يتابع ممارسة الرياضة بيتابع هوايته أو الاحتراف اللي هو ماشي فيه وما فيك يعني ما فيك أبدا يعني ما بتوصل معه لمحل دايما الحيط مسدود ولا خلص هلأ وجع يومين تلاتة وبيمشي الحال أو بيكابر على وجعه أو بيعتقد أنه الأمور يعني لابد أنه يكون إلى خواتيم سعيدة. قديش بتواجه هيك حالات؟ هلا منواجهها عنا بس لانه عنا بالاثنين طبعا برا بيخاف على حاله اكثر من يعني صحيح. بالاصابه بدها 4 أسابيع بيعطي لحاله 6 أسابيع والطريقه اللي بتتبع برا غير اللي بتتبع هون. عم تحكي عن المحترف ولا عن الهاوي؟ عن المحترف من هي مش عم كهاوي. هلا بعتقد برا كمان المحترف اللي بياخذ 6 أسابيع اجازه بيكونوا 6 أسابيع مدفوعين لهم امن له كل شيء كمان نفس مش الشيء هم انه لا يعني هم بعتقد كمان عنده مشاكل ماديه المحترف الرياضي اللبناني كمان عادي تنكون واقعيين. هلا عنده مشاكل ماديه بس النوادي يعني مثلا بدل ما يجي ينصاب جمعتين مثلا ويحس حاله انه هو صار منيح ويكابر على حاله وينزل لحتى هو بس المشكلة عنا انه لحتى محله الاساسي بالفريق مش انه مادية يعني انا بيحافظ على وجوده يعني اذا مزبوط فهي بتكون الاصابة عبارة عن جمعتين وبيمشي الحال بيرجع بلش يزيدها وينزل يستهلكها لتوصل للست اسابيع ويمكن امرار يكون الفريق ما في عنده غيره
فهون بيضلوا يلعب كل الموسم على الإصابة اللي هو موجود فيها لحتى توصل لمحل توصل يعني عندنا مشاكل يعني إذا بدي أقول يعني ما في عندنا بدائل وعندنا كتير بدائل بالفرق اللبنانية ومحل تاني كمان أوقات يعني على اللبناني اللي بيزيح شوي بيطير محله يعني إذا بدي فكمان بيخاف وهذا حقه كمان لاعب اللبناني يحافظ على عمله وعلى حقه بس إذا 15 يوم سهل بس لما إذا هو كرمال يحفظ حقه يقوم يروح حقه بالمرة يعني يقعد شهر شهرين هو معرض للإصابة أو كمان في بطل يلعب بالماء يعني باللعبة كليا يعني إذا راح لإصابة كبيرة أو إصابة يعني على مدى طويل يعني يروح عليه الموسم هلا الإصابات هني بالمبدأ مش أكتر من سنة بتطول يعني هي الماكسيموم تعول الإصابات بس في إصابات خلص بتوقفك عن الرياضة يعني الماكسيموم تعول الإصابة هو سنة وفي إصابات مثل كسر بالعمود الفقري كسر بالحوض يعني ما تصيب حدا يعني هودي خلص بالمبدأ انت وقفت سبور ما عادش فيك تنافس برياضات فيها تمام. احتكاك مع حدا تاني صحيح لانه حيلا احتكاك ممكن ترجع تعور لك كسر من جديد او لا اصابه سريعه ممكن توصل لا سمح الله للشلل بعض الحالات ان شاء الله لا في اصابات ملحوظه بتاريخ الرياضه اللبنانيه خاصه بعتقد فوتبول هي اكثر الرياضات الشعبيه اللي بيصير فيها اصابات في عنا تاريخ عنا اصابات ملحوظه يعني في بعض اللاعبين اللي عندهم اصابات فينا نعرف عن هذا الموضوع هلا اصابات في عندنا اصابات عن موجوده مش موجوده برا يعني مثل. لانه هلا النسبه عم بحكي انا بالفوتبول بالفوتبول صارت الملاعب اصطناعيه عندنا الملاعب الاصطناعيه عم تعمل مثل نشفان على الاوتار بين محل ما بيحتك بين العظمه والوتر عم بيصير هيدي نشفان صار والنشفان بيتحول لتكلس وعم بيعمل مثل الكور اترونجي عم بحف بقلب الوتر يعني مثل شيء عم بحف بقلب الوتر عم بتروح صوب العمليات يعني فينا نقول انه هذا نشفان هو وشي لابد منه عند كل اللاعبين اللبنانيين لانه عم بيلعبوا على ارض الصناعيه مزبوط يعني بالمبدا اذا بتجي هلا انت بتفكر من هلا لعشر سنين لقدام ما حيكون عندك ولا رياضي صاغ بسطوا في كثير اليوم كل الرياضيين وممارسين كره القدم تحديدا ما حدا عم بيدارك هذا الموضوع عليه اذا اليوم عندي حقيقه واضحه وعندي حقيقه كثير دقيقه انه بفعل العشب الاصطناعي اللي موجود بالملاعب اللي بيمارس عليها فن رياضه الفوتبول تحديدا كل اللي بيلعبوا بهذه الرياضه رح يصير عندهم نشفان وبالتالي رح يوصلوا للمرحله اللي حكيت عنها ما حدا دارك هذا الموضوع هلا نحن عم نحاول ندارك الموضوع بنضلنا نحكي بس المشكله طيب. عندنا يعني عمليا الانديه اليوم مش عارفه الاتحاد مش عارف وزاره الرياضه والشباب يعني ما في حدا عم بيدارك هذا اذا بهذه الخطوره اللي انت عم تحكي عنها هلا لاقول لك هلا كل المشكله عندنا انه الثقافه الرياضيه ما موجوده عندنا يعني هي كل شيء بيرجع للثقافه الرياضيه بس كمان انت بدك توقف صوب الامكانيات الموجوده هل قد نحن الامكانيات الموجوده عندنا بدنا نتعايش مع الوضع صحيح. هل قادرين نحن نحل الموضوع بطريقه كتير سهله يعني الرياضي هو يحاول يريح حاله عندنا الرياضي بينام الساعه 4 الصبح يعني اذا عندك رياضي بينام الساعه 4 الصبح انت وين واصل الثقافه ما في عندنا ثقافه هي المشكله الوحيده نعم انا بوافقك يعني باكثر من نقطه علي ولكن كمان الرياضي اللبناني هو انسان مظلوم بطبيعه الاحوال لانه بتعرف كلنا بنعرف انه كثير من حقوقه مهدوره للرياضي اللبناني يعني 3 ارباع اعضاء المنتخب اللبناني بيشتغلوا اشغال تانية بالاضافه لعملهم بالرياضه وهذا الشيء كلنا بنعرفه لحتى يامنوا معيشتهم لانه في كثير من المشاكل بهذه النقاط فقديش فعلا الرياضي اللبناني قادر يريح حاله هون السؤال وهون الاشكاليه هلا هو معك حق 100% اللي عم تحكيه هلا مش كلهم معظمهم صار يعني اذا مش من اصل 12 مش 12 10 11 بس اذا 9. بتيجي انت بتشوف قبل ايام الكابتن مالك حسون الكابتن موسى حجاج نعم. كانوا كمان يشتغلوا امرار شغل تاني ويمكن كانوا فبس كمان كانوا انا بعرف مثلا يعني هو نمط حياه لابد انه اللاعب الرياضي يختاره لانه هو اختار يكون بي بس بي بي مثلا بي بي قبل ما كانش في أرجيلي يقعد الواحد يسهر عليها من ساعة هلا رياضي وأرجيلي ما بتمشي أبدا هلا عندنا بقى تمشي اختلفت الموازين كلها بيقعد من الساعة 11 للساعة 4 هو سهران
عضلاته بدل ما بهيدا الوقت يلي يعني انت من الساعة 11 للساعة 4 الصبح بهيدا الوقت هي العضلة الوحيدة الوقت الوحيد انت كل يوم بتعمل فيه رياضة كل ما عم بيصير في خزوقة صغيرة بقلب العضل. تمام. فبهيدا الوقت العضلة لازم تعيد بناء نفسها ترتاح لتاني نهار. صح. نحن ما عم نعطيها هيدي الراحة عم توصل. نعم. بلش عنا إصابات متراكمة وتبلش. طبعاً. تزيد مع كل يوم عن يوم بتبلش تزيد لتوصل لمحل انه خلص يعني بتصير تلفاني هيدي العضلة ومش قادرة تقاوم او تستمر يعني حتى بطبيعة الاحوال. علي بدي لك اهلا وسهلا فيك معنا ببرنامجنا. شكرا لك المعالج الفيزيائي وايضا المتخصص بالتربية المدنية والاصابات الرياضية علي الزين، شرفتنا. شكرا لك علي. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا مع هذا اللقاء بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بقيت نهار ممتع بنتمنى لكم برفقة برامجنا بتلفزيون لبنان. الموعد بتجدد بكرة بتمام الساعة 9 من هلا لوقتها. اطيب التمنيات.